مرحبا بكم الناس الكل. تسمعوا فيا ما هو؟ اي هاي اي باي. بون، فما الأغلبية هما نورمالمون من الغرفة متاع جفصة، مي عندنا زاد نرحبوا بهم. ثم جماعة ما همش أصلا انسكري في الجي سي اي، وفما زاد سي حاتم بوعزيزي اللي هو البريزيدون تاع الجي سي اي القصرين، زاد نرحبوا بيه. دونك نبدو، على خاطر في الاول مانيش باش نبدا ديريكت بالفوتوشوب، باش نبدا بالبريزونطاسيون صغيره باش نجمو نفهموا بها دي بارامتر اللي حاجتنا بهم. دونك باش نبارتاجي معاكم الاكران. نستسلم، سامحني يا مدام، نستسلم حق في قراءة المثال فقط اي بيان سور، نبارتاجي معكم. اكيد اكيد جدا. دونك تقرا هنا انت، الخاطر تعرف اللي ما تنجمش تكون فما سانكرونيزاسيون بين العباد كي تقرا مع بعضها. دونك باش نحلو باهي ديجا. جست دونك قبل سامحيني مدام، قبل قراءة الميثاق جيست نعطو نكملو ساعة قراءة الميثاق بعد نعطي الكلمة للشيخ بريزيدون قاسرين خويا. اوكي باهي. اوكي اسمعوا فيا اي خويا حاتم بوعزيزي، سامحني فيكرو. دونك مرحبا بكم الناس الكل، جيست نقرو الميثاق وتاخذ الكلمة الشيخ بريزيدون. اوكي اقرانا اقرانا وائل بالصوت. نحن نعتقد أن الإيمان بالله يعطي الحياة معناها الحقيقي، أن التأخي البشري يفوق سيادة الدول، أن الاجتهاد وحرية الأفراد يضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية، أن قيادة الشعوب تعتمد القانون وترفض التعسف والحيف، أن ذات البشرية هي أهم المكاسب وأغناها، وأن خدمة الإنسان هي أنبل عمل في الحياة. يعطيكم الصحة ناس الكل. تو وي وائل نسمع فيك. دونك وائل، الو وائل حاب يعطي الكلمة لسي حاتم بوعزيزي باش يقدم لنا روحه ونرحبوا بيه مرة أخرى. نعطوك الكلمة سي حاتم. ميرسي، يعطيكم الصحة. أنا مرة أخرى باش نحضر مع غرفة قفصة في فورماسيون، والسوجي معناه يهمني برشا، هذيك علاش ديجا حضرت نستنى فيه قبل ما يبدأ. هيا مرحبا. أنا خاطر توا الوقت هذه حاجة نستحقوها على طول، فوتوشوب نستحقوه في أي حاجة، في خدمة، في بيرسونيل، في الأسوسياتيف. دونك ان شاء الله انا متشوق باش واحد يلقى اضافه. ميرسي بوكو. يعيسك يعيسك، مرحبا بيا، يعطيك الصحة. بون، ومزادة معانا لؤي عمر اللي هو نورمالمون سكرتير جينيرال نتاع جي سي اي قفص العام اللي فات، وصلنا هو شاد مع إناكتوس إيزات نابل. لؤي، كان تحب تعطي كلمة تنجم. أكيد أكيد. سلام مدام، مرحبا، أهلا بك، أهلا. سبا، راني ما كنتش في الدار، دخلت شوي ما كنتش نجم نحل الميكرو. سلام الناس كل، فرحان برشا خاطر حاضر معكم اليوم في فورماسيون فوتوشوب. جاتني فرصة باش أونفان نتلم معكم، حتى لو كان معناتها مش حتى ما اون ليني معناتها. ان شاء الله تتعدى فورماسيون سافا وتوحشكم الناس الكل. يعيسك يعطيك الصحة، حتى احنا متوحشين. احنا معاكم إناكتوس إيزات نابل مدام. اي في بالي ما تحاولت من بحذانا. ربي معاك ان شاء الله، ربي يوفقك. اي alors donc la formation تاع اليوم هي جوست انيسياسيون للفوتوشوب، خاطر فما برشا جماعه سورتو في الغرفه نتاعنا مخايفين ما يعرفوش يسمع بالفوتوشوب، اما بالنسبه ليهم حاجه تخوف بلوتو. دونك قلنا علاش لا ما نعملوش فورماسيون انيسياسيون، نشوفوا لي نوسيون دو باس. يكفي اللي انتم تبربشوا وحدكم شوي بشوي بعد، وبعديك تتفرجوا على دي فيديو اون لين فما اليوتيوب معبيه بهم، وتتعلموا اكثر، تنجموا بعديك تولوا دي برو اصلا في الفوتوشوب. دونك اول حاجه باش نبدو بها هي
Définition de l'image, ou plutôt le coût de l'image. An image is a thousand words worth. L'image نجم تكون أقوى من لونغ ديسكور. نجم تعبرنا أكثر من برشا كلام. هذاك علاش ديجا تعرفوا لي حنايا لي زافيش للخدمه تصاور ديما هي اكثر حاجه نستخدموا فيها. اما المشكله الوحيده هو ان ما يلزمناش نوثقوا ياسر في التصاور، على خاطر بخلاف انه فما لي لوجيسيال كيما الفوتوشوب اللي تنجموا نعملوا بها دي موديفيكاسيون ونزيدوا حاجات ونقصوا حاجات، احنا السيرفو هيومن نتاعنا يعمل لنا دي في ديزيلوزيون فيزويال، يعمل في مال انتربريتاسيون لي زيماج اللي نشوفوها. فما هذا ما سيسون دي زيكزامبل بار اكزومبل، عندنا كناي كتركزوا في البوان اللي في الوسط تنجموا تشوفوا كلي لي لوزونج اللي دايرين به كانهم يتحركوا الوغ كو هما فيكس. لهنايا تنجموا تشوفوا لي دو ريكتانجل اللي موجودين في الوسط كولور نتاعهم مختلفين الوغ كو هما ايدنتيك، جوست هذيك خاطرها في غري فاتح وهذيك في نوار يبانوا مختلفين. لهنايا اللونغور نتاع الاد بان لنا اطول من اللونغور نتاع البي الوغ كو هما سون ديكو. اي اون بلوس التصويره هذه بريسك الناس الكل تشوف على اساس اللي هي فيزاج نتاع وجه الايماج نتاع الفيزاج نتاع بيرسون الوغ كو هي جوست حجره معناها كهو. دونك اذا كان باش نبداو نخدموا على الفوتوشوب فما ديمو تكنيك ولا ديمو كلي لازم نتعلمهم على الايماج، كيما كلمه بيكسل، كيما كلمه ديمونسيون، ريزولوشن، لومينونس، كونتراست، كونتور، بيان سور فما دي زوتر، مي حنايا باش نبداو هذوما خاطرهم اول حاجات باش نبداو نخدمو بهم. دونك ديمونسيون هي شنيا بالضبط؟ هي الابعاد نتاع الفوتو نتاعنا، الطول والعرض، خاطر ليماج بالعاده باش تكون لنا ايماج كيما الريكتانجل. الديمونسيون هذه نجمو نعملوها ببليزيور يونيتي، تنجم تكون بالسنتيمتر، بالمليمتر، بالبوس ولا الانش، وإلا تنجم تكون بالبيكسل. دونك سي كوا البيكسل اون رياليتي؟ البيكسل هو اصغر اليمون ينجم يكون موجود في ليماج. ليماج بالنسبه لينا هي ماتريس والا فونكسيون ا دو ديمونسيون. كل بوان تكون بالنسبه لينا هي البيكسل وعندها ديمونسيون زيت اللي هو باش يكون كو سوا الكولور والا نيفو دو غري نتاعها. دونك هذا استان اكزامبل سامبل بالنسبه لينا، هذه ليماج اللي هي موجوده ا غوش والبيكسيليزاسيون تاعهم هما اللي موجودين ا دروات. كل بيكسل كيف ما قلت لكم عندها فالور معينه، هنايا بار اكزامبل عندها نيفو دو غري، الدرجه نتاع الغري اللي موجوده فيها. هذا يزد اكزامبل اخر، عندي ايماج كلكونك حاولناها البيكسيليزاسيون وبعد لي بيكسل باش نعطوهم دي فالور معينين بلي نيفو دو غري. هذاكم سون دي ليكزامبل. دونك نتعدوا للريزولوشن. شنو معناها ريزولوشن؟ فما دو تيب دو ريزولوشن، فما الريزولوشن تونال وفما الريزولوشن سبيسيال. الريزولوشن سبيسيال هي النمبر دو بيكسل بار بوس اللي هي تتسمى بي بي بي. بون عاد بالعاده بار بوس، بار انش والا بار سنتيمتر. لهنايا كان تلاحظوا التصويره الاولى عندي فيها 1159 فوا 298 بيكسل، الثانية نقصنا شوي في النمبر دو بيكسل طاحت شوي الكاليتي نتاعها، اي انفان ما عادش ظاهره بالكدا. وين ما تنقص النمبر دو بيكسل بار بوس ولا بار سنتيمتر طبيعي جدا التصويره تبدا تضيع. عندنا هذا زاد اكزامبل اخر. الاكزامبل الاول على الريزولوشن سبيسيال قاعدين نطيحوا في النمبر دو بيكسل بار بوس، وفي الثانية قاعدين نطيحوا في النومبر دو كولور اللي هو هنا نخدموا على نيفو دو غري. دونك باش نخدموا على التون دو غري، وين ما يطيح الكولور وين ما تفقد التصويره الوضوح نتاعها. دونك عندنا لي بارامتر المهمين، عندنا البيكسل، عندنا الريزولوشن سبيسيال اللي هو نومبر دو بيكسل بار بوس بالعاده نسموه بي 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 ولا بي بي اي، وعندي الريزولوشن تونال ولا نومبر دو كولور في البيكسل. بون جينيرال نخدموا على 3 تيب دي زيماج اللي هما ليماج نيفو دو غري، ليماج بينير ولي زيماج كولور. اللي بالنسبه لي زيماج بينير ساهلين على الاخر، ديما تلقاهم اون زيرو ولا ان ابسونس ولا اكزيستونس نتاع الكولور اللي هو باش يكون يا اما بلون يا اما نوار. الوغ كو اذا كان باش نخدم على نيفو دو غري الفاريابل نتاعي فيه 256 نيفو اللي هما من زيرو ل 255.
وبالنسبة لليزيماج كولور باش نخدم على تغوا فاريابل باش نشوفوهم شنو هما لي تغوا فاريابل هذوما اللي هما باش يكونوا لي تغوا كولور دو باز. دونك الاغلبيه تتفكروا قبل كيفاش وقت اللي نخدموا باك الالوان المائيه والقواش نتاعنا نجموا من دو كولور ولا تغوا كولور نصنعوا كولور جديد. نفس البرينسيپ باش نخدموا بيه لهنايا، قال لك اللي اي كولور مهما كان نجم نخدمه اباز دو تغوا كولور، ومن التغوا كولور هذا ما وين ما يختلفوا تبدل اسم السيستم اللي نخدموا بيه. فما بليزيور سيستم دو كولور، فما سيستم ار جي بي ريد جرين بلو، فما سيستم سي ام اي بون هو تا ولا سي ام اي ان نوار ولا سي ام اي كا في الفوتوشوب اسمه، فما سيستم اكس واي زد هاش ال اس اتسيتيرا. دونك اكثر زوز نركزوا عليهم هما الريد جرين بلو والسيون ماجنتا يلو. دونك السيستم الاول اللي هو السيستم ار جي بي يسمى سيستم اديتيف، خاطر بالنسبه ليه هو اجو نتاع دي كولور على لابسونس دو كولور. لابسونس دو كولور بالنسبه لينا هو نوار، نوار معناها ما فماش حتى كولور. دونك ا بارتير من باز نوار نجم نحط دي كولور بلو كولور روج كولور فور فير والانترسيكسيون تاعهم باش يصنع لنا دي زوتر كولور. بالعاده السيستم هذايا نخدموا بيه ياسر في لي زيماج اللي موجودين اون لين، خاطر لابسونس دو كولور يعني زيرو، دونك ما يستهلك لناش ياسر اسباس في الميموار. الوغ كو فما سيستم مقابله بالضبط اسمه سيستم سوستراكتيف اللي هو باش يكون عندي كولور وباش نحي منه، اللي هو سيستم سوستراكتيف وباش يخدم على اريير بلون بيضة وباش نبدا نزيد دي كولور. الكولور الباز نتاعها هما السيون لو بلو فاتح، الماجونتا اللي هو اقرب شويه للروز، واليلو اللي هو الجون. دونك هذا سي ان اكزامبل نتاع كيف نعمل لاديسيون نتاع تروا كولور روج فير بلو يعطيني ايماج فينال. وهذا اكزامبل نتاع تابل، تابل دو كولور. كولور باغ اكزامبل السيان هو الكولور نيفو 0 روج 255 جرين فير و 255 بلو. دونك اون بلوس فما رمارك مهمه ياسر لازم نعرفوها اللي لا تخيما ما نجمش نشوف طول لي كولور، وبالطبيعة راهو مناش نشوفو احنا الناس الكل في نفس الالوان بنفس الدرجة، خاطر المعروف بار اكزامبل اللي نسى تشوف اكثر الوان من الرجال، هذا كديما تصير المشاكل ما بين الابيض الفاتح وابيض غامق وابيض روز وغيره. وفما دي كولور ما نجموش نشوفوهم كيما للترافيولي وللروج وغيره. دونك هذا ستان اكزامبل، دونك هنا نتصور الناس قلت نجم تشوف النيميرو اللي موجود لهنا يبدا يضيع شوي اللي فما شكون حال الميكرو يعمل فيه كوم. اي بالله اللي حالين الميكرو يسكروهم، ليه يسكروا الميكرواتكم؟ عندنا هذا زاد نيميرو اخر، الناس قلت شوف فيها النيميرو ولا اي واضحين واضحين الناس الكل باينه لها؟ لا لا دزويت باي سي بيان. هو بون البنات لا، خاطر البنات رانا نجم نشوفوا درجات الوان اكثر من الرجال. دونك اما جوست الغمارك المهمه اللي حابين نوصلوا لها اللي لا تريما يفرق ما بين اللومينونس اكثر من اللي يفرق درجه اللون. دونك بخلاف لي كولور اللي نعرفوهم لار جي بي والا سي ام اي، قالوا علاش نخدموا كان على الكرومينونس اللي هي تانت ولا الكولور في حد ذاته، لازم نخدموا على اللومينونس نتاع الكولور اصلا اكثر، خاطر العين نتاع لاتروما الي سنسيبل اكثر مع لانتونسيتي نتاع درجه الضوء اللي موجوده اكثر من الفاريونس نتاع الكولور. دونك هنا ولت عندنا دو زوتر بارامتر، عندنا اللومينونس، عندنا اللي هو اللومينونس نقصدوا به درجه النوار والبلون في الكولور، وعندنا الكرومينونس اللي هو التانت والساتوراسيون اللي موجودين. التانت نقصدوا بها الكولور شنو هو، اخضر احمر اصفر اتسيتيرا، والساتوراسيون يعني الدرجه نتاع الكولور اصلا في حد ذاتها. دونك بون تم هنايا
اكزامبل نجم تشوفوا بيه هذايا اللومينانس كيف تتبدل كيفاش تبدل التصويره الوضوح نتاعها. لهنايا الساتوراسيون وين ما تكون فما درجه الكولور اكثر وما تكون اوضح التصويره سنو تميح اكثر للنيفو غري. الوغ دونك فماش كيستيون الى حد الان على البارتيات هذه؟ تمام 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 دونك حنايا شنو قلنا؟ قلنا اللي ليماج مهمه ياسر خاطر نستخدموا فيها ديما وهي تعبر اكثر من الكلام برشا. دونك قلنا اللي فما بليزيور بارامتر موجودين في ليماج اللي هما البيكسل ريزولوسيون والديمونسيون تاعها. وليماج اذا كان باش نخدموا على ايماج دو دي كولور رانا باش نخدموا على سيستم معين. لي سيستم موجودين برشا مي اكثر زوز نستخدموا فيهم هما ال ار جي بي والسي ام اي. مي دخلوا عليهم دي زوتر بارامتر اللي هو السيستم هاش ال اس يحكي اكثر شيء على اللومينونس والساتوراسيون تاع لي كولور اللي موجودين. دونك نتعدى لي فورما دي ايماج. دونك تسمعوا الناس الكل بحكايه لي اكستنسيون لي اكستنسيون لي اكستنسيون تاع لي ايماج فما جي بي جي جي بي البي ان جي وغيرها. دونك هي نقصدوا بها اون رياليتي الفورما دي ايماج الطريقه نتاع التنظيم لوردر دو بيكسل في فيشي معين وين ما تختلف الطريقه هذه وين ما يطلع لنا فورما جديد. دونك عندي هذايا سان اكزامبل ايماج جيف هنا خاطرها تتحرك. فما بليزيور فورما ديماج تعرفوا الجيف الجي بيج البي ام بي اللي هو بيت ماب البي اس دي اللي هي الفورما نتاع الفوتوشوب تو بعديك نشوفوا كيفاش باش نعملها لونجسترومون. فما تيف وفما البي دي اف وكل وحده بيان سور ولي كاركتيرستيك والخصائص نتاعها. بون لهنايا كان تشوفوا البي ام بي الجي بيج والجيف بي ان جي والتيف سي سون دي des types ou des formats matriciels alors que l'SVG vectoriel le فرق ما بيناتهم شنو بالضبط. لي فورما ماتريسييل بالعاده كيف تكبرهم تضيع الريزولوسيون خاطر بطبيعه النومبر دو بيكسل باش يتبدل. دونك وين ما تكبر في ليماج باش تضيع ليماج اكثر. الوغ كو لي ايماج اس في جي نستخدموا فيهم اكثر في الدومين نتاع الريشيرش والدومين ميديكال باش مهما تبدل ليماج نتاعك ما تتبدلش الريزولوسيون ما يتبدل فيها حتى شيء. دونك هذوما لي نوسيون دو باز. دونك فما لي لوجيسيال نستخدموهم اكثر واحد معروف الناس الكل تسمع به هو الفوتوشوب سي ان لوجيسيال دو ريتوش دو تريتمون دي ديسان. وفما دي زوتر لوجيسيال كيما الجيمب كيما الكورال كيما الفوتو فيلتر بيان سور اقوى واحد فيهم الفوتوشوب خاطر يجمع بليزيور اوبسيون من هذوما الكل. دونك هذه جوست البريزونطاسيون الاولى باش نحاول نوريكم توا الفوتوشوب وكيفاش نخدموا عليه. جوست بالله الناس الكل ماذا بيا تسجلوا عندكم اليو ار ال اللي موجود من لوطه بالكل وتقيدوا لي اساميكم تعملوا انسكريبسيون في الفورمولير خاطر باش بعد كي نبعثوا لكم دي زاتيستاسيون دو بارتيسيپاسيون. سامحوني سعيد الناس الكل قاعدة عندها اليو ار ال؟ وي وي بي. Donc je vais fermer le PowerPoint interne. Je me chauffe au Tawa. Autre. Donc je vais aller comme dossier dans le Photoshop. الناس الكل في بالي عطيتكم حطيت بارتاجيت فيشي بوان رار على ليفينمون اللي عاملينها باش تلقوا الدوسي هذايا دوسي فوتوشوب باش تلقوه اون بوان رار جوست تعمل له اكستراير هي الاكستراير فايلز كيما تحبوا باش تحللكم في الدوسي هذايا. الدوسي هذايا فيه فوتوشوب مينيميزي وبورتابل. شنو معناها بورتابل؟
معناها اللي هو تنجم تسكره يتسكر كومبليتمون الفوتوشوب، ما تصير لاش انستالاسيون في البي سي نتاعك، وبعد كي تعاود تحل يتحول من اول جديد. معناها انا كان نعمل ريسيرش تاع على اللوجيسيال اللي انستالي في الماشين نتاعي مانيش باش نلقى الفوتوشوب، مي وقت ما نستحقه نستخدم هذايا. علاش نستخدم في الفوتوشوب البورتابل هذايا؟ بيان سور الفيرسيون جدد كلهم متطورين اكثر وفاهم دي زوتر اوتي ودي زوتر اوبورتونيتي خير، مي هذايا خاطره ما هوش رزين ياسر على البي سي، ديجا التاي نتاعها بريسك 700 ميجا، وان بلوس من غير ما نعمل انستالاسيون ما يرزنليش الماشين، سورتو الجماعه اللي ما عندهمش دي بي سي اي 3 او اي 5 دونك ينجم يخدم بيه فاسيلمون. دونك يكفي اللي انتم تعملوا دوبل كليك على الفوتوشوب هذية .exe accept، ديجا يخدم كان انجلي على خاطر الفيرسيون مينيميزي كيف ما حكيت لكم. دونك هلا هذه الفناتر نتاع الفوتوشوب، دونك ما حشناش باش نعملو على اون ليني، جوست حاجتي بالانترفاس هذه. كيما اي لوجيسيال تعرفوه ديما فما منيو من فوق فيه الفايل والايديت، وبيان سور فما دي زوتر منيو تابعين للفوتوشوب، وفما دي انترفاس اغوش اي ادروات. دونك ديجا قاعده نحضر في فيديو صغير اكسبليكاتيف للي قاعده نخدم فيه تو، معناها كان تحبوا تبعوني وبعد ذيك انا بعث لكم الفيديو كي يحضر، والا اللي حاب يحل اون ميم طون في البي سي نتاعه يجرب ينجم. دونك عندي لهنايا المنيو فايل، الفايل كالعاده باش نلقى فيه نيو والا اوبن. ما نرى في شيء احنا هون كيفاه؟ ما نرى في شيء، قلت لك وقف الجرام. حبس في اللي في شيء هاي فوالا تو هكا سي بون باهي اوكي. دونك هذايا المنيو من فوق كيف ما حكيت لكم، وفما منيو زاد هنايا دي زوتي عاملين على اغوش. حاجتي بالفايل، اذا كان باش نعمل ايماج جديده كومبليتمون نجم نعمل نيو، اذا كان باش نحل ايماج نستخدمها نجم نعمل اوبن. دونك باش نعمل نيو جوست باش نوري لكم هنايا لي بارامتر شنو نايم، نجم نحط الاسم تاع الايماج نتاعي ايماج تيست مثلا. لهنايا الديمونسيون اللي كنت نحكي لكم عليها اللونغور واللارجور، تنجم اللونغور واللارجور نهزهم بالبيكسل بالانش بالسنتيمتر باللو بوين بالبيكاس ايتترا. وهذه الريزوليوشن اللي نحكي عليها اللي هي بي 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 ولا بي بي اي، اقل شيء لازم تكون 72 سينو ما تكونش الايماج نتاعنا واضحه. اي بيان سور نجم نزيد فيها، مي راهو وين ما نزيد في النومبر دو بيكسل وين ما الايماج ترزن اكثر، معناها تنجم الايماج توصل لك حتى بدي ميجا واكثر. وهذا من الكالر مود اللي كنا نحكوا عليهم الار جي بي والسي ام اي كا، وفما الجراي سكيل اللي هو النيفو دو غري. بالعاده نخدموا لار جي بي كيف ما قلت لكم في لي زيماج اون لين. وعندي هنايا النومبر دو بيت اللي يخدم عليهم، تم 16 32 فما ديجا 64 واكثر. والباك جراوند نتاعي لاغيير بلان تاعي شنو نحبها؟ نحبها بلون، نحبها كولور اوني، والا نحبها ترانسبارون. دونك اذا كان نعملها ترانسبارون وتبقى لي بعديك فارغه راهي با اوتوماتيكمون، اذا كان باش نسجلها بفورما معينه باش تولي لي بلون. إذا كان حبها بكولور نجم نخدم بكولور. دونك جوست باش نوريكم اكزامبل نعملها بلون، وباش نوريكم اكزامبل كي نعملها هذه اكزامبل. ولهنايا عندي باش نعمل نيو باش نبدل شويه في لي بارامتر. بالعاده نخدمو 600x800 مثلا، باش نخدم على اريير بلون ترانسبارون. اوكي هلا هذه الاريير بلان تشوفوه في شكل دي كارو بلون اي غري، مي هي ان رياليتي ايماج ترانسبارون، معناها ترانسبارون فما حد شيء. جوست لهنايا باش نوريكم اني نجم نحرك لي زيماج، نحطهم بحدا بعضهم، نجم نحي واحده منهم، نجم نسكر واحده ايتترا. دونك باش نخدمو على اكزامبل، دونك باش نعمل اوبن
عندي هذا اكزامبل دي تي بي جو في باش نهز تغاز ايماج. تشوفوا الناس الكل ما هو وي اي مدام وين نشوف. دونك عندي لهنا تغاز ايماج محلولين بجنب بعضهم، هذا بين نحطهم مقابلين بعضهم باش نجم نتحكم فيهم اكثر. دونك باش نهز هذه هكا وهذه لهنا، وانا باش نخدم سيبوزون على ليماج هذه اللي هي ليماج نتاع الماغ. دونك سيبوزون اللي انا نحب تكون ليماج نتاع الماغ ونحط فوقها التصوير تاع النورس هذايا. الغمارك كيزكم تعرفوه اللي الفوتوشوب يخدم على لي زيماج في شكل دي لاير، معناها دي كوش فوق بعضهم سوبر بوزي كيما الورده بالضبط، دي بيتال كل واحده كل بتله واحدها نفس البرينسيپ. لهنا عندي لهنايا دو زيماج نتاع النورس نتاعي، وحده الارير بتاعها في شكل كليكارو هذوكم اللي هي باش تكون ترانسبارون، الوغ كو هذه في شكل بلو. نحاول ندبلاسي، نحب ندبلاسي بار اكزومبل ليماج هذه على الارير بلان تاع على الماغ. يكفي اللي انا نستخدم لوتي هذايا اللي هو الفلاش وندبلاسيها كو سوسوا من هنا. كان تلاحظوا فما بلوس هاواني تنزيد فوالا، والا نجم ندبلاسيها اوترومون سيبوزون باش نرجع نجم ندبلاسيها من هنا في بلاصه ما نعمل ديبلاسمون منا من ليماج ديريكت، نجم نعمل ديبلاسمون نكليكي على الباك جراوند نتاعها لهنايا وندبلاسي. دونك لهنايا فوتكم شويه بالكلام، لهنايا كان تشوفوا في المكان مت لايرز اللي نقصدوا بها لي كوش. التصويره نتاع النورس هذه اللي اسمها وازود ماغ اوريجين فيها كان تصويره واحده، كان كوش واحده اللي هي هذيك، هي نجم ندبلاسيها لهنا. سي بون، التصويره نتاع الماغ ولات فيها دو كوش، الكوش الاولى اللي هي الباك جراوند اللي هي الماغ، والكوش اللي بحذاها اللي هي التصويره نتاع النورس. دونك بحذاهم هنايا فما اي العين، نجم نخبيها مثلا، تخبي تصويره نتاع النورس راهي موجوده هي ما تخبتش ما تفسختش، مي جوست كاشي. اذا كان نحب نفسخها يكفي اللي نكليكي عنها ونبقى نحرك في السوري وندبلاسيها لهنايا للبوبيل. سي بون، الو وي معك دلت معي باهي. دونك عاود لكم جوست البرينسيپ، عندي تصويره نتاع الباك جراوند اللي هي ايماج الاوريجينال نتاعي ونحب نعمل فيها بلوزيور ايماج، نزيد فيها بار اكزومبل جزيره، نزيد فيها بيرسون، نزيد فيها زورق، نزيد فيها تصويره الطيور من فوق، نعمل كل تصويره وحدها ونديبلاسيها وبيان سور بعديك نعمل دي موديفيكاسيون. عندي لهنايا التصويره نتاع النورس هذايا، هذا باش يجيني اسهل شويه. علاش؟ على خاطر هو ديجا الريير بلون نتاعو بيضاء. دونك يكفي اللي انا باش ندبلاسيه، سامحوني هنا لازم نحل الشروليه هذيك اللي هي معناها الي سبورتابل. دونك انا ندبلاسيه هنا خاطر ما همش نفس الديمونسيون تاع الواحده حلت لي ماج. مش مشكله، جوست تنجربوا على هذه. اذا كان حاجتي كيما قلنا باش ندبلاسيها، ندبلاسيها كيف ما هكا. حاجتي باش نحي الكولور لو بلو قبل ما ندبلاسيها، دونك شنو عندي بلوزيور اوتي موجودين لهنايا. عندي سيليكسيون، كي نكليكي بالدروا تطلع لي الريكتانغل. كيفاه الكران؟ كيف وقفت، ما عرفت تجي هيك فتره وتقف، ما قاش تتحرك. مثلا توا كيك عرفت نشوف فيك في استعمل توا معناتها اي صحيح تقف الكران. نعرفش كان ثم حلو تاو تشوفوا ولا انا صوتي سيبون
سي بون عاود تحبس اسمع راهي مشكله كونيكسيون ابارمون حتى البارتاج فيديو زاد كيف كيف راهو ديما تصير هاي ديما المشكله التكنيك مالوغوزمون دونك جوست هنايا شنو تشوفوا بالضبط اسكو تشوفوا تصويره الوازو دماغ وريجين الفوق هيك هاي هاي باهي الكرسر يتحرك تو الكرسور يتحرك باه لهنايا الكرسور بالضبط وين موجود مستطيل تري انتروبي بالضبط فوالا هاك المستطيل هذاك تري انتروبي باش نكليكي عندنا بالدروات فما دي مود دو سيليكسيون عندي نجم نعمل سيليكسيون في شكل ريكتانجل ولا في شكل الليبتيك باش نجرب بالريكتانجل نجمو تشوفوا اللي انا صورت ريكتانجل تا ولا ايوه باهي السيليكسيون هذيك نجم كيف نعمل السيليكسيون تاعي نكليكي على سوبريمي تفسخ الزون هذيك يعني نجم نتحكم في السيليكسيون بالحاجات البارتيات نحب نفسخها سيبوزون باش نزيد نفسخ هذي نعمل سوبريمي نفسخ هذي نعمل سوبريمي اتسيتيرا نبقى نتحرك بشوي بشوي اكزومبل كيف ما نجم نعمل بالإليبتيك بالشكل الدائرة إذا كان عملت هكا ينجم يكون شكل مش بالضرورة دائري باش يكون بيضاوي إذا كان باش نستخدم لي راكورسي اللي موجودين في الكلافي نكليكي على Alt وهو يعطيها لي في شكل دائرة سيبوزون باش نفسخ البارتي هذي دونك عندي لوتي دو سيليكسيون اللي نستخدمهم بالعادة هو الريكتانجل والليبتيك alors que فما des autres outils de sélection موجودين برشا نستخدم فيهم برشا اللي هو فما هذايا اللي تحت هاك الريكتانجل اللي كنا نستخدمه فيه فما شكل كيما المثلث نسموه حنايا لاسو الناس كل تشوف فيه وي باه اللاسو فما 3 نيفو فيه فما اللاسو طول فما البوليغونال وفما المانيتيك اللاسو طول العادي هو اني انا نبدا نصور نتبع الحاجه بشوي بشوي مثلا نحب نصور نهز الهيئه نتاع الوازو هذاك كامل نكليكي من اي بزون ونبدا نمشي بشوي بشوي ونعمل البوانات في دي بوان كاني نصور فيه هكا بيان سور ايدك ترعش شوي سي معناها ضيع عليك التصويره اللاسو هذايا بون يفيدني في حاجات سامبل الا واحد ايده هي متمكنه دونك نجم نستخدم البوليغونال البوليغونال يستخدم اكثر لي زون تريغونومتريك كاني باش نعمل في دي تيغي سي بوزون باش نعمل هكا هكا تشوفوا في الرسم اللي قاعد نصور فيه ماهو وي وي باهي جوست قاعده نحاول نعمل الكونتور العصفور اللي قدامنا اما راهو بيان سور نجم نصوره اقرب مي حتى كان نقرب له راهو باش تبقى ديما مشكله اللي هو باش يعطيهولي في شكل فورم بوليغونال معناها في شكل اضلاع دونك ديما نرجع للبوان دوريجين سيبوزون اللي انا نحب ندبلاسي الزون هذه اكهو كل عاده نكليكي على الفلاش الفوقاني بالكل ونعمل ديبلاسي هكا اهون شويه من قبيله مي زاده ما هيش الحاجه اللي حاجتي بها دونك شنو نجم نعملو باش نعاود نفسخها التصويره هذيك باش نرجع للتصويره هذه سي بوزون اللي احنايا ما عملنا حتى شيء كيف نحب نرجع بالتوالي نجم نعمل كنترول زاد والا تعود عندي هيستوري هذه دونك نجم نرجع بشوي بشوي والا نرجع كومبليتمون لاول وحده ونقول لها اوبن بالعاده تسجل لي اخر 20 ولا 15 موديفيكاسيون عملتها دونك ديما ماذا بيك تردوا بالكم اللي موديفيكاسيون راهو ساعات ما تنجموش ترجعوا كان الاول بالكل دونك ثم الحل الاخر اللي كنا باش نستخدموه جربنا اللاسو وانا ما نفعتش جربنا البوليغونال ما نفعتش بالكدا المانيتيك تتبع الكولور معناها جوست انا نحرك ايدي وهي تتبع وحدها انا جوست ندبلاسي وهي تتبع
لي كولور اللي هي تحسهم يشبهوا الكولور اللي قراب من بعضهم. دونك بيان سور باش تعطيني حاجه قريبه شويه من الغيال، مي بيان سور مش باش تعطيني حاجه بارفيت الا اذا كان نبدل في لي ريزولوشن تاعهم. هذه تاو نشوفوها ان شاء الله في دي زوتر فورماسيون. دونك لهنايا هذا الكل. اي بيان سور نجم نعاود نعمل ديبلاسمون فوالا اهون شويه من قبيله، مي مثلا طار المونغير نتاعها تنحيت لي بارتي، زادتني بارتي بلو هنا، فما دي حاجات خير من الاول وحاجات ضيعت لي. دونك الحل الاخر اللي نجمو نستخدموه، وانا جربنا هذه اللي هما الريكتانغولار والاوبتيكال، جربنا اللاسو، هذا ما راه مش خايبين له، اما جوست ما نجمش نستخدم في اللي قاعده نخدم بيه تو على خاطر ما همش باش ينفعوني. فما واحده نستخدم فيها الناس الكل بالكدا اللي هي الباجيت ماجيك. الباجيت ماجيك بتتبع لك الدرجه نتاع الكولور كيف ما هي. دونك مثلا كيف نكليكي هنايا على لو بلو تزلي البارتي لو بلو واكثر شويه، علاش؟ على خاطر عندي توليرانس برشا. سيبوزون نعمل مثلا لهنايا نعملها 50، باش نعاود نعمل سيليكسيون مره اخرى. هلا تعطيني بالضبط الحاجه اللي حاجتي به. كيف هي التوليرانس؟ كيف هي الاي تي ديفيني؟ كيف سمحني سمعتكش، كيفاش بدلت التوليرانس؟ باهي جو ريبيت. دونك عندي نكليك على زيد، شنو معناتها التوليرانس؟ التوليرانس يعني درجه الكولور اللي باش يهزها. دونك نكليكيت على الباجيت ماجيك، عندي من فوق بالكل تطلع لي منيو جديده فيها توليرانس. سيبوزون باش نعملها 5 وباش نقول لها اعمل لي سيليكسيون تاع الكولور بلو، دونك باش يهز لي اقل من البلو، باش يهز على البوان اللي انا مكليكي عنها. انتم ممكن ما تشوفوش اللي فما فرق كبير، اما هو ينجم يفرق حتى بالبيكسل بالبيكسل، معناها بالنسبه ليها اللي ماهمش سيليكسيوني راهم ماهمش البلو اللي انا اخترته. دونك اذا كان نردها بار اكزومبل 10 تلقوا اللي التوليرانس تتصلح شويه، الماج تتصلح شويه، باقي قاعد يهتم بارتيات مش قاعد يهز لي فيها. اذا كان نعمل له 50 يولي يهز اكثر. قاعدين نشوف فين نعمل في الموديفيكاسيون الفوق، ما هو اي باي تو كيف نكليكي نورمالمون 50 يعني متوسطه تهز الكولور هذاك والدرجات القريبه منه برشا. توتال صورت هز لي تو سكي بلو، عمل له سيليكسيون. دونك لهنايا جوست باش نحل الوحده نتاعنا باش نجم نعمل موديفيكاسيون الوحده الشرليه مسكره كانت، دونك باش نجم نحلها. باش نحاول نعمل دو بلاسمون هنايا، كيف نعمل دو بلاسمون شو شنو باش يحرك لي؟ باش يحرك لي الزون بلو. علاش عمل التحريك نتاع الزون بلو؟ خاطر انت نزلت على الازرق، خاطر انا اللي عملت لها السيليكسيون هي زون بلو. دونك الحل هو شنو؟ انا حاجتي الزون بلو اسهل لي من اني نعمل سيليكسيون من زون الجري هذه. دونك نعمل زون بلو بعديك نكليكي ا دروات ونقول لها سيليكت انفيرس، عمل لي السيليكسيون تاع الانفيرس نتاعها. اي وقتها نجم ندبلاسي العصفور نتاعنا. سي بون. دونك جوست نعاود لكم لي زيتاب. انا عملت باغيت ماجيك، عملت سيليكسيون في الزون بلو، دونك هز لي الكولور بلو الكل وما يشبه له ولا ما يقرب له. بعديك كليكيت بالدروات وقلت لها لا راني ما حاجتيش بالزون بلو هذيك، حاجتي ماهوش الحاجات اللي ماهيش بلو، دونك نعمل سيليكت انفيرس. وقتها نجم نهز العكس نتاع البلو، نجم ندبلاسي لهنايا الطير نتاعنا. سي بون. واضح ماهو؟ شكون فما، شكون عنده كيسيون يحب يسأله ولا حاجه ما فهمهاش؟ مالوغوزمون راني ما نجمش نشوف لي ميساج نتاعكم، اذا كان فما دي ميساج خاطر عامله الشير نتاع ليكرون. دونك اذا كان عندكم دي كيسيون
يا تقروهم لي يا واحد يتطوع ويقرا. انا معك انا مدام بجاني معك. ما فماش حتى كيسيون اس كل جست مساج واحد من عند حازم هكا كنترول زد. اي كنترول زد كنترول زد باش نرجع بالتالي فوالا كنترول زد باش نرجع بالتالي. ماني جاوب سوار ماني جاوب سوار قالت كيفاش نرجع حاجه بعد بعد ما فسخ هي هو بعث لي قالك مدام بعد ما كيما فسختك كيفاش نجم نرجع لا سوار سوار راهي سوار هي بعثت لي مساج هذاك انا جاوبت بكنترول زد باهي كنترول زد مدام وي مدام المشكله انه كنترول زد ترجع معناها موديفيكاسيون واحده بالضبط هذه باش نقولها مش في الفوتوشوب الكل في الفوتوشوب اللي 18 ولا اللي موجودين تو تنجم تعمل كنترول زد قد ما تحب اما بيان سور راني قلت لكم ما تفوتش 15 20 25 تنجم تبدلها قداش من تسجل لك من الهيستوري اما عندك تنجم اللي معناتها تنجم تعملها قد ما تحب المشكله في الفوتوشوب هذايا اللي يعطيته لكم تنجم تعملها اون سول فوا انا كيف نعمل كنترول زد تخدم مره واحده ايوه مره واحده دونك الحل هنايا هو انك تستخدم الهيستوري ثم عباد مثلا تضيع لهم الفناتر هذا ما عادش يلقوهم موجودين يكفي اللي انت تمشي الويندو هذه تلقى عندك الهيستوري هذه اكثر واحده نستخدمها واللاير واضح ولا هذا مزوز ماذا بيكم ديما محلولين خاطر الهيستوري باش نجم ترجع بالتوالي واللاير باش نجم تشوف لي كوش اللي موجودين على على الايماج نتاعك سي بون اي مدام سي بون باه سيبوزون انا حاجتي باش نعمل سيليكسيون نتاع العصفور هذايا ما نحب نهز باريكزومبل كارول هنايا ولا مستطيل لهنايا فما باش نعاود لي زيتاب من الاول وجديد دونك جو في نعاود نكليكي من برا انا باش نختار الزون بلو كلها باش نقول له انفيرسي سيليكت انفيرس وانا حاجتي معاها ريكتانجل كيف نعمل سيليكسيون ونجي نعمل الكارول هنا تضيع السيليكسيون الاولى كانت لاحظوا هكا ولا بالطبيعه ديما سيليكسيون زون واحده فوالا خاطر سيليكسيون تهز لك حاجه واحده مي مش صحيح السيليكسيون تنجم تهز لي اكثر من حاجه صل بون خاطر هتبدل لي باللونغ ار الحاله نتاعنا هو شنو جو في فير لا سيليكسيون جو في انفيرسي تو انا متاكده اني هزيت السيغون اللي عندي وتو باش نعمل ريكتانجل مي عندي كنت لاحظوا من فوق عندي دي كارو صغار موجودين لولا بالكل معناها سيليكسيون اونيك يعني كيف نكليك السيليكسيون هذايا راهو باش يستعرف كم بدايا اللي قبل الكل باش نحيها الثانيه يعني باش سيليكسيون لولا ونزيد عليها واحده اخرى دونك انا اللي حاجتي بيه نورمالمون هذايا دونك نجي نعمل هكا وهذا ولا عندي السيغون وعندي معاها الريكتانجل نتاع فما بحذاه يعطيني بار اكزومبل السبستراكت فروم سيليكشن نحب نحي بارتي من السيليكسيون تاع سي بوزون نحب نحي الزون هذه هكا هلا كانت لاحظوا كي نحاول نعمل ديبلاسمون هلا هذه هي الزون تاع السيليكسيون تاع اي اخر وحده اللي هي الانترسيكسيون الانترسيكسيون معناها باش تهز لك الزون اللي هي كومبيني ما بين الزون اللي عملت لها سيليكسيون الاولى والبارتي الثانيه سيبوزو مثلا باش نعمل هكا وتو نشوفوا شنو باش يعطينا بالضبط الانترسيكسيون باش يكون ما بين الكارو الاول وما بين البارتي من السيغون هكا هاو هذاك هاو اللي باش يهز سي بون سي كلير وي دونك عندي كيف ما قلت لكم لوتي دو سيليكسيون اهم وحايد نستخدموا فيهم هما سيليكسيون سامبل اللي هو باش يكون ريكتانجل ولا سيركل لي سيليكسيون افيك لي لاسو اكثر واحد نستخدموا فيه المانيتيك الا اذا كان انت عندك حاجه معينه تحب تتبعها وعندي سيليكسيون افيك لي باغيت ماجيك ونجم نعمل كومبينيزون ما بيناتهم ثلاثه نستخدم كوسوا نيو سيليكشن الاد تو سيليكت نزيد واحده جديده يا اما باش نحي منها بارتي والا باش نعمل انترسيكسيون بيناتهم سي بون ما قلت حد الان سي بون
واضح؟ وي مدام واضح. باهي توا رجعت لليماج الاولى نتاعنا اللي هي الليماج نتاع المائخ. كانت لاحظوا ديما عندكم لهنايا الجوريه هذيك ماذا بيكم تعملوا دوبل كليك باش تتحللكم باش نجموا تبدلوا فيها كيما تحبوا. وعندي دو لاير، لاير الاولى اللي هي نتاع المائخ واللاير الثانيه اللي هي نتاع السيغون. بون هنا راني نجم نبدل الاسم نتاعهم، نجم نعمل دوبل كليك ونكتب مائخ. ديزولي هنا خاطر قاعد يخدم لي لونغ اراب. مائخ بيان سور هنا نجم نسميه سيغون ولا كيما تحبوا وزول اللي تحبوا عليه. هذايا توا اللي عندي انايا نجم نشوف التصويره نتاع المائخ ونجم نشوف التصويره نتاع السيغون ولا نخبي وحده فيهم ولا نخبيهم الزوز كيف ما نحب. دونك المشكله لهنايا اللي السيغون كانت لاحظوا كبير ياسر على التصويره نتاع المائخ كانه قريب برشا من الكاميرا نتاعنا. مي نحبوا نبدلوا في الديموسيون نتاعها، نصغر فيه ندوره نجم نتحكم فيه. احسن حل عندي لهنايا نجم نعمل اديت وترانسفور، نجم نعمل الترانسفورماسيون هذوما سكيل ولا روتيت ولا سكيو، نجم نبدل الروتاسيون نتاعها 180 درجة، فليب اوريزونتال ولا فيرتيكال، وإلا نجم نستخدم فري ترانسفورم اللي هي تسمح لي باش نبدل أنا فيه كيف ما نحب. دونك كان تلاحظوا لهنايا تلقوا فيه يعطيك ديمونسيون من هنايا يزيد عندنا الشكل نتاع الريكتانجل ونجم نكبر ونصغر فيه. سيبوزون باش نبقى نصغر فيه لين يجي نفس الطاي اللي حاشنا بيه مثلا. هلا سيبوزون حاشنا بيه كيف ما هكا. بيان سور ما نجمش نعمل حتى حاجه الا ما نكونفيرمي الموديفيكاسيون اللي صارت. دونك عندي لهنايا تطلع لي الفلاش نتاع النول ونتاع التيك، دونك نقول له اوكي حاجتي بيه كيف ما هكا سي بون. دونك هذايا السيغون نتاعنا اللي هو موجود بالطاي الكبير وصغرنا فيه. النجم نزيد نبدل فيه، نعاود نعمل فري ترانسفورم. هنايا كانت لاحظوا الفوتوشوب يعطيكم زادة دي راكورسي تنجموا تسهل عليكم الخدمه. نجم في بلاصه ما تبقى تعمل فري ترانسفورم تمشي للايديت وفري ترانسفورم تعمل تو سامبلومون كنترول تي وتنجم تكبر وتصغر فيه كيف ما تحب. سي بوزون حب على ثلاثه طيور مش طير واحد، يكفي اللي انا نكليك على التصوير نتاعه بالدروات ونعمل دوبليكيت لاير. يقول لي شنو تحب تسميه، بار ديفو يسميه كوبي 1 ولا كوبي كوبي. دونك نجم نسميه سيغون 2 مثلا ونجم نعمل اوتر دوبليكيت ونسميه سيغون 3. اوكي دونك انتم ما تشوفوش فما فرق كبير على خاطرهم لي تروا كوش سوبربوزي فوق بعضهم، مي يكفي اللي انا نحرك هكا تاو تشوفوا اللي فما ديفيرونس، فما تروا سيغون موجودين لهنا. سي بون وي سي بون. باهي نجم نعمل دي زوتر ترانسفورماسيون، نجم بون هنا مانيش باش نعمل فري ترانسفورم. سي بوزون نجم نعمل روتيت، سي بوزون نجم نبدله سي بوزون 180 درجة فوالا قلبناه. نجم كالعادة راهي نجم نرجع ترانسفورماسيون، نجم نعملها فليب اوريزونتال ولا فيرتيكال حسب بلي هون الميروار نجمو نستعملوها ولا كيفاه؟ الميروار هون نجمو نستعملوها ولا؟ اي بيان سور، هذه هي الفليب هي الميروار نورمالمون. الفليب هي الميروار راهي الفليب هي باش تعطيك
ليماج نتاعها معناها كسوسوا اون هوريزونتال ولا اون فيرتيكال، معناها المرور نتاعها كانك حطتها بجنبها والا حطتها تحتها. لا انا نقصد ما نقول احنا في وقع ايوه مليح اي ولا الفليب اللي هي الفليب نقلبها الفليب تمام باهي واضح دغيا. دونك دونك عندي لهنايا هذاما دي زوتي يسهلين تنجم تبدل فيهم كيما تحب، سكيل روتيت السكيو وديزورت تنجم تجربوا فيهم وحدكم. الروتيت تنجم انت بعديك تتحكم فيه هكا وهكا مثلا. على فكره من فوق راه ديما يعطيك دي زوتر اوتي ولا دي زوتر اوبسيون تنجم انت تتحكم في الدرجه. مثلا هنا يعطيني 4 دوغري نجم نردها 15 مثلا، معناها تنجم نتحكموا ياسر في في لي ديمونسيون ولا في لي موديفيكاسيون اللي نعملوا فيهم. نجم عملنا قبيله ترانسفورم فري ترانسفورم، نجم مش لازم نعملها بيدي الفري ترانسفورم، نجم نجي لهنايا من فوق بالكل نجي نقول له راني حاجتي باش نعمل لهنايا باش نصغره 50% بيان سور كي نصغره 50% بالطول لازم نصغره 50% بالعرض مثلا. واضح البرينسيپ. دونك اللي عندي les outils de sélection وعندي les outils de transformation هذا ما نجم نتحكم فيهم، فما بليزيور اوتر مي هذا ما اكثر حاجات نجم نستخدموهم سامبل وماذا بيكم تمترزوهم بشوي وتجربوا خاطر راهو كل وحده والموديفيكاسيون اللي تعملها. باش نرجع لللاير سي بوزون عندي تغوا سيغون هكا وهذيك سي بون بو. واضح البرنسيب الى حد الان مادام عملتهم كنترول تي يا اخي باش تكبري وتصغري ولا شنو؟ عندي باش نكبر ونصغر عندك اما تكليكي على اديت فري ترانسفورم والا تستخدمي ترانسفورم هنايا بار ديفو. اذا كان عملتي فري ترانسفورم لاحظي هنا فما مقابلتها فما كنترول تي كي تعملي كنترول تي هي نفسها فري ترانسفورم. اي فهمتك سي بون اي مدام بي الا دونك انا جوست شفنا البارتي الاولى شفنا المنيو من فوق عندي الفايل اديت شفنا اللي فما تغوا تيب دو سيليكسيون هذا مهمين ياسر السيليكسيون العادي السامبل واللاسو والباغيت ماجيك وشفنا اللي فما دي لاير نجمو نتحكمو فيه. فما في الزون نتاع لي لاير لهنايا من اللوطة بالكل عندي منيو اخر عندي ياك البوبيل هذيك قلنا اذا كان حاجه حاجتي باش نرتاح منها ديريكت نطيشها فم يكفي اللي ننسى ديبلاسيها هكا ونحولها للبوبيل تفسخ كومبليتمون مثلا هذه خلاص سيبوزون باش نفسخها. عندي فما زوج اخرين باش نركز معاهم ثلاثه اخرين باش نركز معاهم كرييت نيو جروب هذه باش نكليك عليها. كان تلاحظوا هنا باش يصنع لي ان دوسي الدوسي بالعاده نعطو اسم سيبوزون باش نسميه باك جراوند باش نعمل دوسي اخر نسميه تكست. علاش نستخدمو في الدوسي هذا ما همش اوبليغاتوار هم سي سون دي دوسي فاكولتاتيف مي جوست خاطر كيف ما قلت لكم ليماج نتاعنا تنجم تكون فيها بلوزيور لاير وكل لاير هذوكم ينجموا يدخلوا بعضهم. انا هنايا اوروزمون سميتهم سيكون 2 سيكون 3 لو كان ما سميتهمش مانيش باش نعرف الفرق بيناتهم. لو كان جت لاير 1 لاير 2 لاير 3 ما نجمش فرق بينهم. دونك دو بريفيرونس نعمل دي دوسي اذا كان عندي تكست نحطها في الدوسي تكست اذا كان عندي تصويره باش نحطها من اللوطه بالكل نحطها في الباك جراوند في الباك اذا كان عندي تصويره في زون معينة عندها اسم معين نلمهم مع بعضهم دو تل صورة الخدمة متاعي تكون منظمة أسهل. لهنا رمارك نسيت ما قلتها لكمش لهنا كانت لاحظوا التصويرة متاع المير من اللوطة وفوقها تصويرة متاع السيغان لهنا سيبوزون اللي أنا باش نخبيه السيغان قلنا عندي النجم نجوست نكليكي على اللاير فيزيبيليتي الآية ذيك باش نخبيه وإلا فما طريقة أخرى إذا كان أنا نحبوش يظهر مي نجم نهبطه تحت تصويرة متاع المير هو راه مازال موجود ها كان خبي الميرتا وتشوفوه مي تحتها ديما لي كوش راهم يكونوا سوبربوزي يعني التصويره اللي باش تحطها من فوق بالكل راهي هي باش تكون مخبيه اللي تحتها الكل. ماذا بيكم التصاور الكبيره كيما الباك جراوند ديما تكون من اللوطه بالكل سبا
معناتها هذاك هو الترتيب نتاع السوبر بوزيسيون بالضبط، هذاك الترتيب نتاع السوبر بوزيسيون. مثلا توا السيكون 1 والسيكون 2 و 3 ما يفرقوش، نحط انا هي الاولى على خاطر ديجا بعد على بعضهم. اما اذا كان انا بار اكزومبل باش نقربهم بعضهم، وقتها تولي لي باش نعمل هيك مثلا، هذيك راهي باش تخبى ورا الاخرى خاطر السيكون 2 الفوقها رد بالي اتسيتيرا. معناها الترتيب هذايا السوبر بوزيسيون هذايا هو اللي باش يظهر لكم في الايماج. اذا كان انا نحب الدوسي نتاع البالك هذايا باش نحط فيه الدوسي نتاع المير، يكفي اللي نهز التصويره نتاع المير ونقرب من الدوسي نتاع باك تاع تدخل فيه. كيفاش نعرف هل دخل ولا؟ يكفي اللي هو تولي فمك الفلاش هذاك تنزل تحته، سيبوزون هذا مزال باش نحطهم هنا، يكفي اللي نعمل هيك دو تال سورت. بعد كيف يعود عندي بلوزيور لاير، انا ما حاجتيش باش نشوف هذوما الكل، نسكر الباك كامله ونجم نخبيهم ونخدم في زون اخرى، وبعد نبدا نظهر بشوي بشوي بالبارتي بالبارتي. كيف نخدموا لي زافيش مثلا اكلي لوجو الكل من فوق، نحطوهم ديما في دوسي نسموه لوجو، ما نخدمش عليه هذاك سياره كحتها نسكره، وبعديك نخدم على البارتي اللي باش نحط فيها لي زيماج، بعديك نحط من بارتي لوطه بالكل كونتاكت اتسيتيرا. معناها بالكوش بالكوش باش ما نبقوش بعديك يدخلوا بعضهم. سي بون بيان سور، راني نجم كي ندخلها نخرجها نعاود نخرجها، مش معناها اللي هو سي لا فان دو موند. نجم نتحكم في سيبوزون دوسي باك باش نحط فيه كان الباك جراوند اللي هي تصويره نتاع المخ، ديما نحط باك اللي هو من تالي بالكل، دونك راهو اول دوسي موجود. الدوسي تكست خاطر بالطبيعه تكست كيف نكتب باش يكون هو من فوق بالكل اتسيتيرا. دونك عندي كيف ما قلت لكم فما الدوسي الهدايا نستخدموه باش ننظموا بيه اكثر شيء بالاورغانيزاسيون، نسمى دي جروب دي زيماج. وعندي فما الاف اكس، الاف اكس هذايا باش ينجم يزيد ان ستيل لللاير نتاعي، ستيل للكوش نتاعي. دونك جو في كليكي عليه وباش تشوفوا لهنايا اللي باش تطلع لي دي زوبسيون. مثلا باش نختار الكالر اذر لاي باش نبدل الكولور، باغ ديفو باش يهز هو الكولور روج، وهنايا باش يعطيني الكولور يونيك للايماج نتاع هذه اللاير ستيل. نجم بيان سور نبدل الكولور، سيبوزون ماني حباش في الروج نبدلها في كولور اخر بلو، نبدلها في الفير بيان سور. عندي بليزيور، اذا كان نحب نبدلها بالكولور نتاع الماخ يكفي اللي انا نحرك فوق الماخ تو تولي عندي كيما البيبيت ونسيليكسيوني تو يهز الكولور هذاك بالضبط، الكولور اللي باش نكليكي عنا في ايماج اخرى هو اللي باش يهزه. مثلا اوكي بيان سور احنا ماذا بينا الكولور نتاع السيجون يبقى هو بيده ما يتبدلش، دونك باش نحي الكالر اوفرلاي يكفي اللي انا نديكوشيها من هنا. فما دي زوتر ستي، فما دروب شادو باش نعملها ظل. بيان سور كيف نكليكي على دروب شادو تطلع لي لي بارامتر نتاعها، نجم نبدل فيهم، نصغر شويه في الشادو ولا نكبر فيه، الديستانس ما بينه وما بين ليماج نقربه ولا نبعده، السبيد نتاعه، الانجل نتاعه منين بالضبط اتسيتيرا. فما الانر شادو، الدروب شادو يعني الشادو الظل نتاعه، والانر يعني الداخلاني الظل نتاعه من داخل. نفس الشيء نجم حتى هو نتحكم فيه، نصغر ونكبر ونبدل الانجل نتاعه. فما الاوتر جلو، كأنه باش يعمل اضاءة خفيفة ليه، نجم نعمل نكبر ونصغر، ونجم نعمل انر جلو اللي هي معناها اضاءة داخلانية. دونك عندي دروب شادو والانر شادو هو الظل الخارجي والظل الداخلي، والاوتر جلو والانر جلو اللي هم الاضاءة من داخل ومن برا الكونتور متاعها معناها. وفما البيفل الاند امبوس، عندي الهدايا باش تعطيني كيما معنى كانها خارجة التصويرة شوي والا كانها داخلة، مانيش عارفة تنجموا تشوفوها هيك واضحة ولا، سينو نجم نكبرها لكم كنترول كنترول بلس
باش نجم نكبر ليماجا سيبوزون هكا باش نعاود نرجع للاف اكس سيبوزون باش نمشي ديريكت للبوفل هلا هنا يوريه لي كانه خارج شويه الوحده بيان سور النجم بتحكم في لي بارامتر نتاعها الكل والا نجم نبدل حاجه اخرى عندي لهنايا بليزيور اوتي نجم نستخدمهم الامبوس سبيلو كان هكا شي ستروك اتسيتيرا سي بون واضح واضح وي واضح باهي عندي بيان سور فما دي زوتر ستايل نجم نستخدمهم عندنا البون ساتان ما نستخدموش في ياسر على خاطر هو ديجا ماهوش حاجه كبيره مي جوست كانه يعمل ظلال داخلانيه على الكالر جربناه فما الجراديانت الجراديون باش يعطيني كيما الجراديياسيون على الوحده بيان سور نجم نبدل فيه نجم نحط دي جراديون نختار من اللي موجودين كيف ما نجم انا نعمل لي جراديون تاعي كيف اللي انا نكليكي على الفلاش هذا اللي موجود نختار سيبوزون باش نعمله هكا بلو غامق الكولور نزيد نجم نزيد هذايا اورانجي نجم نعمله بلون كيف ما نجم نزيد دي زوتر جراديون سيبوزون كي نعمل دوبل كليك عليه نجم نختار فير مثلا انا نجم نتحكم في الجراديون ونجم نزيدها ونبدل فيه دوبل كليك نردها فونسي اتسيتيرا اذا كان باش نعمله كيف ما هيك نجم نزيد ونقص في اللونغول نتاعه نقص شويه في السكيل في الديمونسيون نتاعه نجم نرد اوباسيتي اوباسيتي معناها درجه الجراديون على التصويره الاصليه دونك كيف نحاول نخفف هيك باش تبان لي التصوير الكولور اصليين مركب عليهم الجراديون هذاك وغيره دونك هذايا الجراديون عندي الباترن الباترن لهنايا باش يعمل موتيف موتيف على ليماج الاصلانية بالعاده لي موتيف نستخدمو ياسر في لي زافيش سورتو مي بيان سور مش بالموتيف هذايا مي فما بليزيور اوتر موتيف تنجمو تستخدموهم وتبدلو فيهم يمكن لهنايا مش باش يوضح لكم بالكدا مي سيبوزون باش نجرب نعمل على التصويره نتاع الباك جراوند اللي هي الماخ دونك عملت كنترول بلس باش كبرت نجم نعمل كنترول موان باش نصغر ليماج باش نعاود نشوفها من اول وجديد سيبوزون باش نجرب لكم لهنايا الباترن على الارير بلون دونك سيبوزون اللي انا باش نستخدمها موتيف سامبل ونجم ننقص فيه شوي توتال صورت يبان هيك مثلا اتسيتيرا نجم نبدل الموتيف نجم نبدل في الديمونسيون نتاعو نصغر فيه نكبر فيه نوضحه اكثر نحاول نخبيه دو تاسورت ما يبانش ديجا فما يزرك لي زيفي نتاع المطر وغيرهم نستخدموا فيهم لي باترن هذا ثم بليزيور باترن كي تلاحظوا وبيان سور نجمو نزيدوه فما تنجم تكليكي على كل فلاش اللي موجود منا وتعمل تكليك على اي وحده سيبوزون باترن 2 لهنا باش يقول لك اسكو تحب تفسخ لي باترن الموجودين وتحطه كان هو الا تزيد دونك نعمل ابان دونك باش يزيده سيبوزون باش تعمل اوتر باتر وعندي الشوا بعدي كنتحكم ونجرب حسب لي باترن وحسب الموتيف اللي حاجتي بيه ولا حسب الارير بلون اللي حاجتي به سيبوزون واضح سي بون واضح شكون عنده كيسيون سي بوزون باش نعمل اوكي لهنايا اذا كان عملت اوكي دونك باش تزيدني تحتها بحذاها اف اكس
وتحتها باش تنزيدني لي زيفي وشنو هما لي زيفي اللي عملتهم. سيبوزون نجم نزيد اوتر افي، سيبوزون باش نزيد كولور كيما قلت لكم بالعاده باش يهزه غوج. مدام جوست كيسيون جاتك توا، كيفاه جوست ما كيسيون جاتك توا من عند ضياء جوبي، اي قالك نجم تزيد ايماج اكسترن اس باترن، ما تنجم تزيد باترن جديده بموتيف اللي انت تختار ولا انت تاع بيان سور اي بيان سور اي اوكي مدام وي لا جست سامحني ما تو جست الكونيكسيون معناتها عرفت قصدت عليا جست كان كانك انت تنجم جست عاود شنو انت كنت تعمل تو اوكي جست لحظة بركة. أوكي شنو عملنا إحنا يا بالضبط؟ كليكينا على المير، كليكيت على الكليير لاير لحظة، دونك كليكينا على التصوير متاع المير، جربنا الستايل ستيل متاعنا، شفنا البلوزيور ستيل اللي موجودين، قلنا تنجم تبدل تزيدها ظل، تنجم تزيدها كيما الجلو الهيئة الدايرة بيها، تنجم تبدل في البوفل متاحة وغيرها. وقلنا وجربنا حكاية الجراديون وجربنا حكاية الباترن، قلنا الجراديون اللي هو الدرجات متاحة باش تكون موجودة، تنجم تختار من اللي موجودين وإلا تعمل انت كولورات وحدك دوبل كليك وتختار الكولور اللي تحب عليهم. تنجم تزيد بليزيوغ نيفو متاع في الجراديانت متاعك، تنجم تزيد دي كولور اصلا مش حتى بالضروره تتبع هذاك اتسيتيرا، تنجم تزيد بليزيوغ بليزيوغ سيبوزون نحبها هذه تكون كولور بلون نفس هذاك، ولا نجم جوست نكليك نسليكسيوني لهنا. اذا كان نحب نحي يكفي اللي نسليكسيونيها ونهبط، هذه نسيت ما ورتها لكمش سيبوزون. اوكي بيان سور ما نحبش نضيع الايماج لوريجينال نتاعي، دونك باش نقص شوي في الاوباسيتي دو تيل سورت باش تكون باقي التصويره واضحه، فما ان بو دو في نتاع غوز مي باقي التصويره نتاعنا موجوده. ولي باترن كيما قلنا سي سون دي موتيف تنجم تزيدهم تنجم تبدل فيهم، وتنجم لي موتيف تنجم تزيدهم من هنايا كيف ما قال زاده زعيمنا، تنجم تعمل نيو باترن ولا تجيب ايماج جديده اصلا كوميتون باترن، ثم بليزيور موتيف موجودين تستخدم اللي تحب عليها. سيبوزون اخترنا الباترن جوست نبدل الاوباسيتي ونعمل معناتها الباترن بالضبط. نعم تكستور على الموتيف لا ناقصه الكريمه زيدها ناقصه زيدها ما نعرفش شنو شنو بالضبط الو وي نسمع فيك ولي قلت هاي سي بون لي باترن سي سون دي موتيف والا دي تكستور تابليكيهم على ليماج نتاعك، تنجم تابليكيهم على اغيير بلون، تنجم تابليكيهم على ايماج معينه، تنجم نحطهم على لي سيغون ولا على الماغك هاو معناها انت تحب الزون نتاعك. وعندي كيما قلت لكم هنايا بليزيور وتنجم تزيد وتتحكم في الاوباسيتي نتاعهم معناها في درجه القوه نتاع الظهور نتاعهم على ليماج الاصليه. سيبوزون باش نعملها هيك مثلا اي سوفي تك تعمل اوكي تطلع لك بحذا ليماج الاصليه كلمه اف اكس اللي هو ستيل نتاعنا وتحتها لي زيفي الكل لي زيفي اللي اخترناهم الكل اللي احنا عملنا دو زيفي عملنا لي جراديانت لي جراديون روز وبلون وعملنا الباترن اخترنا الباترن الموتيف هذا. اذا كان انا بار اكزومبل ما عجبنيش الباترن حنا نجم نخبيره ما عجبتنيش لي جراديون نجم نخبيه اتقلقت من الزفي الكل نجم نكوشيهم. اذا كان ما حاشتيش بهم كومبليتمون نكليك دروات ونقول لها كلير فسخولي. نحب نعمل نفس الباترن ولا نفس الزفي هذاما على ايماج اخرى نعمل كوبي لاير ستايل ونمشي نابليكيه على ايماج اخرى نكليكي على الايماج هذيك ونقول لها باست لاير ستايل. كانت لاحظوا دا تلقوا اللي تصويره نتاع السيغون ولد فيها شويه كروزات نتاع الجراديانت اللي خدمنا بيه وانا نجم نخبي ونبدل سي بون. وي ميرسي مدام باه
دونك عندي لي زوبسيون اللي شفناهم لحد الان، شفنا لي زوتي دو سيليكسيون، شفنا لي زوتي دو ترانسفورماسيون، فما دي فري ترانسفورم والا دي ترانسفورماسيون موجود حاضرين نجم نستخدمهم كيف ما هو، وشفنا اللي فما في المنيو نتاعنا من اللوطه بالكل، فما لي ستيل اللي نجم نبدل فيهم بليزيور ستيل، فما دروب الشادو والظل الكولور الجراديون، وفما لي دوسي اللي نجم ننظم بهم الخدمه نتاعي، وفما البوبيل اللي نجم نطيش فيها ليماج اللي ما حشش بها باش ما تبقاش ترزنا على على ليماج نتاعنا الاصلي. بون ينجم فيكم يقول علاش نبقى نبدل فيها، نجم ليماج هذه نصنع منها دوبليكيت 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 طونكو هي مش ظاهره ما تقلقنيش، الوغ كو راه بعد كيف تسجلوا ليماج نتاعكم راهي تفرق ياسر في البي سي انك تسجل ايماج دو تايم نتاعها 200 كيلو على ايماج 200 ميجا، كل ايماج تنزادها تنزاد لك دي كيلو، دونك ماذا بيكم لو مينيموم معناها تستخدم اللي حاجتك بيه نيسيسير في نيسيسير، دونك هذايا الكل باش نفسخها باش تبقى كان اللي حاجتنا به. ومن فوق لهنايا عندي اللاير وعندي الهيستوري، اللاير هما لي كوش الكل اللي قاعدين نخدموا عنهم، والهيستوري اللي هما نجمو نرجعوا بهم بالتوالي شوي، اذا كان عندي موديفيكاسيون نحب نرجع لها نرجع بالتوالي، اذا كان نحب نرجع ليماج الاصلانيه نكليك دوبل كليك على ليماج هذه كلمه ميغ، سينو لا نبقى في وين وصلنا وكهو. سي بون الى حد الان سافا مدام، وين هي الهيستوري؟ انا ما عنديش. اذا كان ما لقيتهاش الهيستوري عندك لهنايا قلنا تمشي الويندو هذه في المنيو من فوق، وعندك لهنايا ديما الهيستوري واللاير ماذا بيك تخليهم موجودين، هذه هيست الهيستوري واللاير ديما ما تحليهم باش نجم تتحكم فيها وقت ما تحب، راهو بيان سور الهيستوري ما مش بالضروره يكون لاصق فم، راهو ينجم يكون في بلا ديبلاسي في بلاصه اخرى، نحركهم و لي زونغل لازم نجم نتحكموا فيها، ما هذه ما حشتيش بها نكليكي بالدروات ونعمل كلوز مثلا، كان تلاحظوا لهنايا الكولور اللي يخدموا عنه الار جي بي، اذا كان نخبي مثلا الكولور الكل نجم نشوف كان الريد ولا الجرين ولا البلو، دونك هذي ما حشناش بها باش نسكرها، الباث ما حشيش بيه باش نسكره، حاجتي كان باللاير والهيستوري هانو كان الزوز محلولين. سي بون؟ وي باه، سي بوزون توا انايا التصويره نتاعي هذي باش نحلها هكا شوي، انا باش نعمل لون ريجستر مومي ما نحبش نسجلها كلها، نحب نسجل كان الزون من هنايا لهنا اللي موجودين فيهم الطيور الزوز، عندي لهنايا لوتي هذايا نتاع الريكتانجل نتاع الكراب تور، نكليكي عليه ونجي نعمل الديمونسيون اللي حاجتي به، هو يقول لك تحب الزون هذيك نجم نتحكم فيها منا ومنا، نجم نطلع من فوق ولا نهبط اتسيتيرا، الزون اللي باش نختارها هي الزون نتاع ليماج نتاع اللي باش تتسجل، يسفي كليكيت من فوق على التيك وقلت له اوكي هذيك الزون اللي باش نلقاها. سي بون وين كليكيت بالضبط؟ باهي جو ريبيت، انا اخترت الكراب تول، اخترت الزون اللي باش نسجلها سيبوزون قلنا الزون هذه، باش نزيد شويه من فوق باش تكون بلون، وباش ننقص شويه في الديمونسيون في العرض وفي الطول ايتترا، تطلع لي من فوق ديما منيو نتاع تيك والا نانيول باش نكونفيرمي والا باش نانيولي، نكليكي على الكوميت نقولها اوكي للتيك مالا تتسجل لي الزون هذيك، نكليك بكنترول تي باش تتسجل، تكليكي عليها كي تكليكي عليها دي سي بون، سي بوزون حاب نهز الزون هذي كهو نسيليكسيوني الزون اللي حاجتي بها، ديجا هو يعطيك باش تتحكمي تنجم تنقص منا ومنا تزيد من فوق وتصغر وتعمل تكليك جوست من فوق على كتيك ادروات هوني موجوده من فوق، فما سيركل فيه خط في الوسط اللي هو النول نتاعنا لانيولاسيون، وفما الشكل نتاع الفي هذا كتيك اي سفي تكليك عنا يتسجل كيما كاك. سي بون
C'est bon? C'est bon. توا باش نسجل ليماج نتاعي. بون جوست رمارك وحيده على حكايه الكراب تول هذايا. ليماج نتاعنا احنا ديما نسجلوها بالعاده فورما بي اس دي. باش نعمل فايل سيف از، كيف نحط بنسجلها باش يعطيني فورما بي اس دي. يل سوفي سجلتها بالفورما بي اس دي بالديمونسيون هذه، راهي بعد نجم كي نحاول نحلها ما تحليش ليماج اوريجينال نتاعي، معناها اللي خدمنا عنها قبل. دونك دو بريفيرونس نخلي الديمونسيون الاصليه هذه، وجوست بعديك نعمل الموديفيكاسيون اللي نحب عليه. باش نعمل سيف از، باش نسميها مير بار اكزومبل، ونعمل اوكي. هلا سجلنا. علاش ما تسجل شويه مقصوصه؟ لا النجم نسجلها وهي مقصوصه، اما اي سوفي سجلتها وهي مقصوصه، بعد كيف نحلها ما عادش نلقى الايماج كامله، نلقى كان البارتي هذيك المقصوصه. واضح. معناها اذا كان انت حاجتك كان بالبارتي هذيك تخدم عليها، تنجم تسجلها ديريكت. انا جوست حبيت نوريكم اني نسجلها الكل. دونك ساي سجلتها اون فورما بي اس دي. انا ما حاجتش بها اون فورما بي اس دي، خاطر فورما بي اس دي راهي متتحل كان بالفوتوشوب. انا باش نعمل سيف فور ويب اند ديفايس. باش نسجلها فورما ويب والا فورما ديفايس. في خط احمر، الخط الاحمر مانيش عارفه شكون اللي عامله. باللي بارتيسيبون مش من اللي بارتيسيبون كي عملنا الشير هو اللي عملها. Donc, est-ce que je peux faire autrement? Ah, on a mal à chair, ça m'a. Eh, femme, je connais mal à l'achder Z. Donc, l'achda. Tabou, nahou, je sais pas, on est sur la bataille qui fait ce mal à l'annulation. مش واحد برك يعمل في البارتاج. اي كان انا نعمل بارتاج، مي فما شكون ينجم يعمل دي فوالا ساي نفسخته. فما شكون ينجم يعمل كي يحرك السوري نتاعها فوق الوحده، ينجم يبدل يزيد خطوط. دونك جو ريبيت لهنا اوكي سيف. بعدين ثم راه اوبسيون اخرى نتاع سيفينغ. اي سي بون. سيفينغ تاع شنو؟ نتاع التصويره. وقت تعمل سيف از تمشي للتيب، ومع بعد وقت تمشي للتيب تعمل انت جي بي تعمل بي ان جي. اي فوالا هذيك اللي باش نوريها لكم تو. اي اسهل من هكا يا مدام. نو جست بالله معلومه، البي اس دي راهو البروجي نتاع التصويره باش تبقى محلوله، مش تنجم تعمل اي موديفيكاسيون مره اخرى. تنجم تعمل موديفيكاسيون وتنجم تبقى لك مثلا تو بار اكزومبل. احنا كيف نخدموا لي زافيش مثلا تاع الجي سي اي، مانيش باش نبقى كل تصويره نخدم لها في اللوغو نتاعها. البارتي لوغو موجودين، البارتي من فوطه من لوطه نتاع لي كونتاكت باش تبقى ديما موجوده. دونك انا باش نبدل كان ليماج في الوسط هكا، ولا باش نبدل الكتيبه اللي في الوسط. دونك باش نسجلها فورما بي اس دي، باش بعد جوست نفسخ هاك ليماج الوسطانيه ونحط تصويره جديده. اسهل لي في الخدمه هكا، هو حكايه البي اس دي، وباش تبقى لي لونجسترمون تاع الخدمه كامله، بروجي كامل نتاعنا. مي هذا اذا كان نحب فورما بي اس دي نعمل سيف از ونسجلها بي اس دي. مي اذا كان نحبها تكون فورما ويب والا فورما عاديه جي بيج ولا غيره، نكليكي على فايل وسيف از. لحظه خلينا نعاودها لكم. سيف فور ويب ولا ديفايس، هذه شفتوها الناس الكل. يسفي نكليكي عليها تطلع لي لهنايا تصويره نتاعي. بيان سور لهنايا عندي الحق نسجلها في جي فورما جي بي جي في بي ان جي دبليو بي ام بي، وبيان سور نجمه نبدل فيها، نحبهاش التايم تاعها يكون ماكسيموم، نحبها تكون ميديوم. الكاليتي نتاعها اسكو معناها 100% ولا 50% ايتترا، نجم نتحكم فيها كيف ما نحب. يل سوفي نعمل سيف تتسجلي بالفورما هذيك. سيبوزون مثلا هنايا باش نسجلها في وين حاطين ديجيتال، سيبوزون باش نسجلها لهنا. اوكي سيف.
سي احنا مسجلينها تو فورما بي اس دي، مسجلتها ان فورما البي ان جي نتاعنا. كان تلاحظوا الجي بي اج نتاعنا هنايا عندي لاير، عندي السيغون وسيغون 2 ومير، وكي نحلها بالفورما اللي سجلناها تو اوبن موجوده ديريكت على الدوسي هذايا اسمها مير، مش نلقاها كوش واحده، الكلها الكلها كوش واحده. واضح ولا؟ بيان سور نجم نزيد عنها دي موديفيكاسيون ونعمل فيها شنحب. انتم تشوفوها يمكن لي دو هما كيف كيف، مي ماهمش كيف كيف، هذه ايماج كامله متكامله في بعضها، وهذه انصامبل دو كوش فوق بعضهم. وي وي واضح. واضح. شكون عنده كيسيون على البارتيات اللي شفناهم الى حد الان؟ سي حاتم تنجم تحكي؟ ما ديجا ما سكرتش انا، ما عملتش ميوت لل لل مربي. كي تسجل بي اس دي الهيستوريك نتاع لي زيتاب هذوك يبقوا الكل؟ لا لا لا، ما تبقى حتى هيستوريك، تبقى لك كان لي لاير. سيبوزون هذه مثلا باش نسكرها هنايا، باش نعاود نحلها فايل اوبن، احنا حاطينهم في تيب 2 في بالي اكزرسيس 1 هذه mer.psd. الفيديو في جي هذولي ولا ها هي هذه mer.psd الفيديو ما عادش تتحرك. اوكي اوكي توا سي بون، تشوف الوحده يتحركوا؟ لا لا ما نعرفش الناس كلها تشوف حاجه ولا لا. مدام مش يتحرك جيست، مدام جيست تبارتاجي في تبارتاجي في اللوجيسيال نتاعك، هو معناتها لازم ترجع تبارتاجي اي ديجا هذاك اش عامله، راني بارتاجي ونعاود نكليك على نفس الشيء، معناها مانيش قاعده نبدل واحده واحده. برامون المشكله في تو وي رجعت مدام. باهي دونك قلت لكم سيبوزون باش نسكرهم هذوما، ما دونك هذا مانيش باش نسجل فيه حتى شيء، باش نعاود نحل الفورما حتى هذوما ما حشناش بيهم. نو دونك باش نعاود نحل الدوسيي بوان بي اس دي، الفيشي نتاعنا بوان بي اس دي، باش نعمل اوبن. ها هو مسميته ميغ بوان بي اس دي، تشوفوا فيه الناس الكل. نعمل open ولا نلقى اللي عندي الليست نتاع لي كوش الكل، نجم نزلت نجم نخبي لي كوش ونرجعهم، نجم نخبي للافيكس نتاعي ونعاود نظهرها، مي ليستوري ما عنديش حتى ايستوري كان اللي نحلت لي زيتاب نتاع الموديفيكاسيون ما تتسجلش، كان اللاير نتاعك. واضح؟ ميرسي. دونك باش نزيدو حاجه صغيره لهنايا اللي هو التكست. عندي هنايا حرف التي كان تشوفوه من لوطه بالكل في لي زوتي الموجودين اغاش، باش نكليكي على تكست ونجي نحط لهنايا يسفي، نعمل كليك، نجم نكتب باش نحب نكتب بار اكزومبل لا مير مثلا. بون لهنايا النجم نبدل الكولور نتاعهم كيف ما نحب. اوكي مثلا النجم نبدل في التاي نتاعها كيف ما نجم نبدل في الستيل نتاع الكتيب كيما في الورد. بون تنجموا اذا كان مش ظهرت لكم نعمل كليك اوكي ونعاود نبدل. في بالي ما يكتبش بالعربي مدام. باهي بالنسبه للعربي مش ما يكتبش، ان تكتبوا في تعمل ريسيرش في الانترنت على كلافيي اراب، كلافيي فوتوشوب اراب، تكتب فيها الجمله اللي حاجتك بها وتقول لها اعملي تراديكسيون موديفي، معناها ترانسليت لها، مش ترانسليت معناها باش يعمل لك ترانسفورماسيون، فوالا ترانسفورمي التكست وتهزيه كوبي كليه وتحطيه، هو كيف تحطيه يجيك قد قد، انت تعملي له كوبي هو مقلوب وما يجيك قد قد.
دونك عندي كيف ما قلت لكم هنايا تكست، نجم نزيد تكست اخر تي نكليكي بسي بوزون باش نكتب جي سي اي فوالا فوالا بيان فيني كيما تحبوا. اوكي من فوق كي العاده عندي ديما كلاتيك نجم نكليكي عنها نهبط لطه بالكل هنحركه نجم ندبلاسيه راهو بالنسبه ليا سيتان لاير نجم نحطه وراء الكتيب وراء التصاور ولا فوقها كيف ما نحب نتحكم فيه نجم نعمل له حتى هو دي ستيل سي بوزون نجم نبدل الموديل نتاعو باش من بعد هيك باش نجم تشوفوا فوالا نجم نبدلها فورما هكا اوكي نجم بيان سور حتى الكولور نجم نبدله من هنا سي بوزون ما عجبنيش الكولور اللي عندي نجم نختار كولور اخر على كيفي والا نجم نعمل له جراديون مثلا نختاره هكا سي بوزون اوكي نعملو لها ان بتي شادو نبدل شويه في الشادو نتاعه نرده ابعد عليه شوي اي فوالا اوكي سي بون اذا كان حاب نعمل موديفيكاسيون في التكست هذاك يكفي اللي انا نكليكي على تي مره اخرى نكليكي على اللاير نتاع التكست هذاك ونمشي نعمل موديفيكاسيون من الحاجات اللي تطلع لي من فوق عندي لهنايا نجم نبدل كيف ما نحب هلا ها خلاص سي بوزون نختارو كتيبه ان بو غرا هكا هلا نجم نجم نكبر فيه شوي اخر فما هذه فما كتي وتحتها دو فليش منه ومنه نجم نبدل في المنظر متاعه صارت يكون اونارك هيك بيان سور نجم نتحكم في الارك متاعنا كيف ما نجم كيف هيك الفنيتر اللي انت حليتها منين هيك من فوق بالكل كيف نكليكي على تي تطلع لي من فوق دي زوتي ما بينها ستيل نتاع الكتيبه غرا والا ايتاليك تاي نتاعه شاربنس سنتري ولا غوشا دروات الكولور وبعدهم تي ريت هذيك كرييت ورب تكست واضح هاي وفهم بحذاهم كل التوغل دي كاركتر هذاك يعطيني بريسك كل شيء نجم نحطها كلها او ماجيسكول نجم نحطها ما نعرفش مباغي ايتترا حاجه كيف ما هيك انا نجم نتحكم فيها اما بيان سور كيف ما قلت لكم هذه الراب تكست معناها كانها ستيل معين نجم نختار ستيل اللي نحب عليه نجم ستيل فيش مثلا الستيل نتاع حوطه نجم نكبر ونصغر فيه وبما ان لاير النجم نخبيه ونظهره وقت ما نحب سي بون سي بون باي دونك لافونتاج نتاع التكست هو اني نجم نعامله كتكست عادي افيك نفس لي بارامتر اللي نعرفوهم حنايا في الوورد ونجم نعامله كانها ايماج افيك لي ستايل اللي موجود اللي نزادو لها بالفوتوشوب دونك لهنا نتصور او موا فهمتوا شويه البرينسيپ نتاع الكوزاسيون تاع دونك مازالت لنا دي زوتر بارتي نحب نجربوها كانت لاحظوا لهنايا الاسم نتاع الفيشي mer.psd ويعطيني لهنايا بحذاها ايطوال ايطوال معناها راهي نون انريجستري راني مانيش قاعده نسجل دونك كيك في اللي نعمل كنترول اس كالعاده والا نعمل سيف من هنايا دونك تا يسجل لي الخدمه نتاعي باش تبقى موجوده ونبقى ديما نخدموا بها دونك
دونك باش نسكر الفناتر هذه باش نجرب نخدمه على اوتر فنتر. دونك جو في نستي نوريكم اكزامبل نتاع مش لسانتيون مثلا باش نحل الدوزي ماج هذوما نيويورك وسكاي. دونك باش ندبلاسيهم كالعادة لازم نستخدم ديما الفلاش نتاعنا هذايا نحي هالتصويرة الاولى باش نجم نحاول نحركها فوق الثانية اي جو لو ديبلاس على التصويرة نتاع نيويورك هذه ما عادش حاجتنا بها. دونك عندي توا دو لاير لاير نتاع نيويورك واللاير نتاع سكاي. بار ديفو يعطيهم الاسامي لاير 0 لاير 1 لاير 2 نجم نسميهم انايا نيويورك وسكايب كيف ما قلت لكم باش نسهل على روح الخدمه وكذا. باهي نحب نكبر انا في التصويره نتاع السكاي باش تولي نفس الديمونسيون مع التصويره لاغيغ بلان. شنو نعمل كالعاده كنترول تي والا نمشي لك الايديت ونثبت في الفري ترانسفورم ونحركها ولا نكبر فيها على قد التايم نتاع الايماج الاخرى. الو الو وي الاكران كيف راهي وقفت وين بالضبط شفتوا؟ والله ما نعرف اللي دون لي دو لي دو ايماج تحطوا على بعضهم لي دو ايماج تحطوا على بعضهم توا تشوفوا الكورسور يتحرك واللي ايماج واحده تتحرك ولا لا 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 غريبه هذه في اللغه مرجع عملنا جست لايف على الفيسبوك وكا ولا نعمل فيديو بارتاجيه وبعد نعملوا ديسكسيون لهنايا وكا هو احنا نتفرجوا على الفيديو وكا هو دونك نجوي باهي تو سي بون سي بون سي بون باهي. دونك عندي قلنا التصويره نتاع سكاي حطيتها فوق التصويره نتاع نيويورك كيف ما قلت لكم نجم نحطها فوقها ولا تحتها حسب انا شنو حاجتي بالضبط. وكيف باش نعمل ترانسفورماسيون باش نكبرها على نفس التايم تاع نيويورك يكفي نعمل كنترول تي والا نمشي الايديسيون ترانسفورماسيون فري ترانسفورم ونكبر فيه. اوكي سي بون هذا باش نسكرهم خاطرهم تاع تكست هذايا سي عندي تصويره نتاع السكاي وفوق وتحتها تصويره نتاع نيويورك شوفوا فيه باهي انا توا باش نعمل عندي دي زوتي نتاع دو سوبربوزيسيون معناها نجم نجمع زوج تصاور 10 تصاور فوق بعضهم ونحطهم ونستخدم لي سوبربوزيسيون اللي موجود موفرهم لي الفوتوشوب. هذا ما سي ان انسامبل دي سوبربوزيسيون فما دي زوتر مي هذا ما اكثر حايد بار ديفو موجودين عندي النورمال يعني وحده فوق وحده ادي سولف. كان تلاحظوا كل مره باش نبدل وحده باش تحاولوا تلاحظوا اي فما دي موديفيكاسيون السوبربوزيسيون هنا كأنها إما يجمع لي بيكسل مع بعضهم يطرح لي بيكسل من بعضهم يعمل في غولاسيون نتاع إكزور ولا الأوغ نتاع ما بين لي بيكسل إتسيتيرا. دونك هذه الملتيبلاي كالر بورن قاعدين تشوفوا في التصور قاعدة تتبدل ما هذه مثلا محلاها هذم لي بروبوزيسيون لي موجودين لي اوبسيون لي موجودين. دونك وصلنا لاخر واحدة اللي هي لوميوزيتي. دونك تنجموا تختاروا الموديل اللي تحبوا عليه ولا اللي يعجبكم وتعملوا بيه سوبربوزيسيون اللي تظهر لكم انتم احسن واحدة ولا ازين واحدة. مدام لازم نعملوا السيليكسيونير نتاع لاير 1 ولا اي اللاير 1 خاطر هو اللاير 1 اللي باش تصير عندنا سوبربوزيسيون على لاير 2 هي هو لو تنجم تعمل مثلا ترواز ايماج كاتر ايماج اما باش تعمل حتى 20 ايماج يلزم بالزوز بالزوز خاطر هو سوبربوزيسيون يعمل بار 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 دو معناها دونك نفس الشيء
هنا عملت بار اكزامبل اخترت الموديل هذايا نتاع سكرين، عندي لهنا لوباسيتي. لوباسيتي كيف ما قلنا قبيله هي درجه الوضوح نتاع التصويره هذيك ولا اللاير هذاك ولا الستيل هذاك بارابور التصويره الاوريجينال. التصويره الاوريجينال هي بالنسبه لي اللي تحتها، دونك لهنا نجم نخبيها شوي التصويره نتاع السكا. اذا كان عملتها زيرو معناها ما عادش باش تظهر التصويره نتاع السكا. وين ما نحرك الاوباسيتي وين ما تتبدل اللي ماشي شوي، كل نجم نحط لهنا ديمونسيون بيديره انا نجم نحط مثلا 80%. هلا سي بون وي بي سي بوزون اللي حنايا مثلا التصويره هذه باش نزيدوا عليها اكل التصاور نتاع لي سيغون اللي خدمناهم مثلا باش نجيبهم من تي بي 2. عندي لهنايا اكزامبل باش نستخدم الميغ اوبن سي بوزون حاجتي بنفس الكلام ونفس التصاور. انا التكست هذايا باش نحطها في بيان فيني، حطيتها في تكست. وعندي لا ميغ زاد باش نحطها في التكست. وعندي لي سيغون الزوز باش نحطهم في مثلا دوسيه نسميه وازو. يكفي اللي انايا ندبلاسي الدوسي كامل للايماج هذه تو تجي التصوير هذاك الكل مع بعضه. نجم نعمل كوبي، نجم تعمل بالوحده بالوحده. بون هنايا برامون وين هي الدوسي ما حطيتش فيه السيغون من هون، ديزولي ما حطيتش السيغون لهنا. دونك الا هذا من السيكون نتاعنا، نجم نهز هذا التكست نعمل ديبلاسمون نتاع التكست. التكست فيه هاك لا مير او بيان فيني جي سي اي، دونك جو في لو ديبلاسي ici. فوالا بيان سور نجم نتحكم في الديمونسيون نتاعهم كنترول تي، والا بون مش هذا كنترول تي نكب. سيبوزون اللي انا نحبك لي دو زوازو هذوكم يتحركوا، مثلا كنكليكي على سيغون ا باش يتحرك الاول، سيغون 2 باش يتحرك الثاني. سيبوزون نحبهم يتحركوا مع بعضهم، نحب لي دو سيغون هذوما وكلمه لا مدام راهي الفوتو هذول حبست مره اخرى. اوكي تاو هي رجعت تتحرك. باهي دونك عندي قلنا دو سيغون، سيغون دو و تروا. كيف نحرك كل وحده وحدها؟ تنجم تحرك وحدها. سيبوزون نحب نحرك لو دو سيغون وكلمه لامير مع بعضهم، شنو نعمل بالضبط؟ نجي نكليكي على كلمه على اللاير نتاع سيغون دو كنترول، ونكليكي على سيغون تروا كنترول نبقى نزل عليها ونكليكي على لامير، معناها باش نسيليكسيونيهم لي تروا مع بعضهم وندبلاسيه. اذا كان نحبهم ديما يبقوا يتحركوا مع بعضهم، عندي لهنايا السامبول نتاعك السلسله من اللوطه بالكل في بحذا الستيل بحذا الافيكس، كاني باش نقول له اربط لي اللاير هذو مع بعضهم. اي سوفي نكليكي عنهم ونختارك السلسله. توا اي وحده باش ننزل عليها منهم سيبوزون باش نحرك لامير باش يحركوا الزوز الاخرين معاه. نكليكي كان على السيغون تغوا ونحاول نحرك السيغون تغوا يتحركوا زوز الاخرين معاها. واضح ولا؟ معناها اي سوفي ربطت دي لاير مع بعضهم، نجم نعمل ديمونسيومون الموديفيكاسيون او ترانسفورماسيون والديبلاسمون عليهم مع بعضهم. سي كلير؟ واضح. دونك برسك لي اوبسيون اللي موجودين لوطا هذوما الكل اللي حشنا بهم شفناهم، شفنا السلسله شفنا الستيل هذوما ان بو كومبليكي شويه نشوفهم ان شاء الله مره اخرى. شفنا الدوسيه اللي نظمنا وشفنا حكايه البوبيل، شفنا زاد لهنايا عندي نجم نعمل لك لي سوبر بوزيسيون نتاع لي ايماج على بعضهم ولوباسيتي نتاع ايماج على ايماج. لي زوتي اللي شفناهم
برسك البارتي اللي كاز الكل اللي من فوق شفناهم، خاطر هذه البيبات اللي استخدمناها في مش نعرف الكولير شنو بالضبط، والباقية الكل استخدمناها. سي بون شفنا كيفاش باش نسجل الايماج متاعي، نعمل فايل سيف فور ويب ديفايس، اذا كان نحب نسجلها بي ان جي ولا جي بيج ولا غيره، سيبوزون باش نسجلها بي ان جي. بالعاده لي ايماج بي ان جي ولي ايماج جي يكونوا لاغيير نتاع بلان نتاعهم ترانسبارون، alors que les images JPG dit à l'arrière-plan تاعهم يكون blanc. Donc gardine pas plante. C'est bon. دونك باش نشوفو زادا لي فيلتر، باش نحاول نحل دي زوطخ ايماج. سيبوزون باش نشوفو ليماج هاذي. اوكي الوغ قاعدين تشوفو ولا؟ وي صافا. دونك حليت ايماج جديده اسمها فلاور جي بي جي، باش نفسخ هاك نتاع نيويورك ما عادش حاجتي بها سيبوزون. باش نعمل نو مانيش باش نسجلها لا جي بي ولا غيره. دونك عندي لهنايا بارمي لي اوبسيون لي موجودين من فوق، عندي الايديت شفنا اهم حاجه فيها اللي هي الترانسفور. فما ايماج، ليماج هذه تنجم نعمل بها دي زاجوستمون، نجم نحرك نبدل نعمل بها اوتو تون ولا اوتو كونتراست اوتو كالر، نجم نبدل بها الادجستمنت نتاع الفيو ساتوريشن اللي شفناهم قبيله كانت تفكروا في البارتي الاولى نتاع البريزونطاسيون، نجم نتحكم في الهيو في الكولور والا في الساتوريشن يعني درجه التشبع من الكولور والا في اللايتنس في اللومينيزيتي. دونك بيان سور هذا الكل دي اوبسيون نجمو نعملوهم جست باش نحل هذايا كالعاده. فما بيان سور دي زوتر اوتي، نجم نعمل بلاك اند وايت، الكالر بالانس مثلا نستخدمو هذه، نجم نحب نزيد فيه اكثر كولور الغاد لهنايا. سيبوزون كيف نعمل اكثر ريد من لوطه، فما شادو فما ميتون فما الهايلايت، يعني اسكو باش نخدم على لي شادو والا باش نخدم على لي كولور موديري والا باش نخدم على لي كولور القوى. دونك لهنايا سيبوزون باش نبدل على الهايلايت ونقول له راني باش نخدم على البلو اكثر. هلا بيان سور تلاحظوا فما ترانسفورماسيون. اذا كان نحب نسجل نعمل اوكي، اذا كان نحب ما نحبش نبدل ونعمل كانسل. لهنايا عندي لو بريفيو باش يخليني نشوف ليماج الفرق ما بين ليماج الاوريجينال وكيفاش قاعده نبدل فيه. دونك لي لاير هذاكم اللي عندنا، سيليكت لي زوتي دو سيليكسيون ديجا هما موجودين هنايا اسهل، وعندي لي فيلتر. لي فيلتر هنايا سي سا انسامبل دي فيلتر ماتوماتيك ابليكي على لي زيم، نجم نابليكيهم على لي زيماج. بون تنجموا تختاروا اي فيلتر وتجربوه، مثلا باش نجرب الغوسيان نجم تتحكم في الديمونسيون نتاعو. سيبوزون هكا باش نضيع نردها فلو اكثر شويه ايتترا. لي فيلتر بالعاده سي سون دي بروي تصير على ليماج، البروي هي اي موديفيكاسيون معناها مش ضروره معناها حاجه خايبه، البروي تنجم تكون حاجه ارتستيك. دونك اكزامبل نعملتها هكا، اذا كان حاب نرجع للليتا انيسيال نتاعها عندي هنايا بلوزيور فيلتر
كل واحدة ملمومين في دي جروب. فما طريقة أخرى زي باش نشوف بها لي فيلتر اللي هي الفيلتر جالوري هذه. هلا ويعطيني انسامبل دي فيلتر ونجم نابليكيهم زوز مع بعضهم مش بالوحدة بالوحدة. سيبوزون حاجتي بال باش نجرب الدراي هذه ونحب نجرب فما واحدة ديما نستخدمو فيها اللي هي السبرايت ستروك. هلا ونقول له اوكي. هنا اذا كان حاب نجرب واحد بركه من لي فيلتر حتى لي فيلتر يعطيهم دي الاي فيزيبيليتي دونك نجم نخبي واحده ولا نزيد واحده ولا نحب نابليكي واحد اخر نقول له اوكي زيده. بيان سور نجم كل فيلتر نبدل في الديمونسيون نتاعه ديمونسيون نتاعه وفي الدرجه الابليكاسيون نتاعه على ليماج. نحب نخلي واحد ونحي واحد اتسيتيرا. نجم نزيد بالاوتر نعمل اوكي وهذه ليماج نتاعنا. دونك هذا الفرق ليماج الاصليه كيفاش كانت وهذه ليماج كيفاش ولات. دونك بيان سور لي فيلتر كيما قلت لكم فما بليزيور كل مجموعة موجودين انسامبل فيلتر ارتستيك نجمو تتحكموا فيهم وتبدلوا بيهم الزيماج متاعكم. سي بون فكرتوني وقت العاد نقري في الكلاس نقعد نحكي وحدي. سي بون سي بون واضح واضح باهي برس. دونك شفنا الفايل اديت الايماج اللاير سيليكت الفلتر شفنا الويندو دونك الفيو حكايه تافهه والهيلب بريسك في شو اسمها في الفيرسيون هذه اللي عطيتها لكم ما فماش هيلب باهيه خاطر ديجا هي مينيميزي. اما تنجموا تلقوا في الفيرسيون بتاع 18 و 19 وغيرهم تلقوا في الهيلب قوي والا اونلاين. دونك كالعاده باش نحل سيبوزون ايماج اخرى جوست فما مازال لنا واحده بركه باش نجربوها توا. سيبوزون فيزاج عندي لهنايا فيزاج تاع طفله وفيه كلك تاش نوار وتاش تاع شباب بخلاف لي زوتي هذا ما بيان سور فما بليزيور اوتر اوتي. فما هذه كانت لحظه كيما البونسمون اللي نستخدموها الهيلينغ براش حتى هي فيها انسامبل دي زوتي انا جو نستخدمها باش نصلح بها التصوير نتاعي. سي بوزون كيف نكليكي هكا مثلا تحاول تصلح لي لو ماكسيموم كانت تعمل موديفيكاسيون صغيره ليماج وتال صورت تحسب لي كونتور نتاعها باش تبدل. فما بيان سور نجم نستخدمو الهيلينغ هذيك والا بون هذا مازوز كيف كيف. فما ريد اي 2 اذا كان الكولور نتاع العينين روج نجم تصلحولك باش تقربها اكثر. وفما هذه البراش تاو نشوفها لحظه بركه جوست حاجتي بالستامب هذايا ستامب باش يعمل لي كيما الكوبي الباترن ستامب. نجربو بالكلامب. دونك لهنا شنو باش يقولي بالضبط باش يقولي راه لازمك تعملي بارتي نتبع عليها. اش معناها انا مثلا حاجتي باش نعمل كنترول بلس باش تفهموا اكثر لهنا نحب الكولور نتاع هذه يكون كيما الكولور نتاع البارتي هذه بالضبط يكفي لينا نعمل الت يكفي لي ننزل على الت تتبدل الفورما نتاعها ولا نكليكي عليها دونك باش يهز لي الزون هذيك وانا باش نعاود كي ندبلاسي كانت لاحظوا نهز لي البارتي هذيك وباش يعمل كيما الكوبي كله واضح ولا كانت لاحظوا فما سيركل على ايدي اليمين وفما فما كل مربع في البارتي زون اليسار هو يتبعك الزون هذيك بالضبط. اما خير نستعمل الاولى ولا الثانيه انت والديفول اللي موجود
انت والدرجه نتاع الديفو اللي موجود. مثلا نعطيك اكزامبل باش نعمل الهيلينغ، سيبوزون فما ديفو في العين ما نجمش نصلحه بالهيلينغ هذايا، خاطر ديجا العين فما بارتي نوار بارتي مارون بارتي بلون، نجم ناخذ مكان باستا. سيبوزون نجي نعمل كلون، نقول له راني حاجتي بالبارتي هذه، نعمل الت، نهز الزون هذه بالضبط فوالا، ونلاحظ اللي هو قاعد يهز لي في البارتي هذه كنجيب نصلح بها العين هذه اذا كان فيها ديفو. فهمت شنو نقصد ولا؟ الوغ كو مثلا كيما البوان نوار هذيك الهيلينغ تكفي، الهيلينغ وحدها جوست تعمل هيك تهز بالزون اللي وحدها وتخبيهم. كالعاده راهو الهيلينغ كي اي حاجه تكليكي عنها من المنيو يطلع لك منيو اخر من فوق، تنجم تبدل في الديمونسيون تاعك الديامتر نتاعه. سيبوزون باش نكبره لخاطر نورمالمون ما يكونش كبير، اذا كان باش نكبر كل ما نكبر وين ما باش يحاول يقرب لي الماكسيموم دو تيل سورت يهز لي حاجه اخرى غلطه. دونك ديما تحاول تكون اذا كان تحبها تكون بروفيسيونيل راهي ما تكون اصغر وما تكون خير. واضح باه. توا دونك شفنا الهيلينغ، شفنا الستامب، هذا مزوز بريسك يعملوا في نفس المهمه، جوست واحده تعمل كوبي كولي وحدها من الزون الانتوراج وهذه تعمل بالكوبي من الزون اللي انت تحب عليها، ديجا اسمها كلون ستامب. فما عندكم هنايا الفورشات، هذه الفرش تنجم تستخدمها باش تعمل بها دي نعرفش دي حاجات كيف ما هيك كفرشه عاديه، مي تنجم تتبدل الفرش، تنجم تبدل الديمونسيون تاعها كيف ما تنجم تبدل الموتيف اللي تستخدم فيه. سيبوزون باش نخدم بار اكزامبل هذه موتيف هذه، وتنجم نبدل الكولور، الكولور نتاعها يتبدل لبارتيغ من البارتي من فلوطه بالكل. سيبوزون باش نختار الكولور نتاع هذا، دونك اخترت كولور مارون، استخدمت البراش، عملتك الورقه نتاع الخريف، ونجم نعملها كيف ما هيك. هذا دو تيل سورت البراش توا ما عادش باش يكون في شكل الفرشه اللي تعرفوها، اعطيتها موتيف جديد. بيان سور فما بليزيوغ موتيف اخرين نجم نستخدمهم، فما دي زيتوال وفما يقول لك الاوباسيتي معناها الدرجه نتاعها تنجم تحطها مش ما تكونش ياسر واضحه. باه دونك فما دي زوتر اوتي، فما لوتي هذايا زاد نتاع النتتي والبلار ولا الشارب. دونك لوتي هذايا جوست باش يوضح لك اكثر، دونك باش نكبر لكم الديمونسيون باش تفهموا بيه شنو باش يعمل بالضبط. سيبوزون اللي هنايا كان تلاحظوا قاعد يضيع شويه في الوضوح نتاع التصويره، ديجا نتتي هو اسمه ماهيش باش تكون نت، ماهيش تكون واضحه. والعكس متاعها اللي هو التشاربنت ولا الواح ولا السموث تنجم تعمل بيه دو تيل سورت كانك تغمق اكثر في السسمه في السكيل متاعك. سي بون سي بون باه. دونك بريسك شفنا كل شيء، توا موجود في هذه ايبونج باش نفسخ بها، دونك هذه نستخدموهاش ياسر خاطر هي ديجا نتاع غرادياسيون نتاع دي غراديون، وهذا ما دي كلي ريكتانجل باش تصور ريكتانجل ولا تصور غيرها دي 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 معناها لي جيومتري حاجات تاع زي هذم لي زوتي دو باز نتاع الفوتوشوب. رمارك صغيره نحب نقولها لكم، راهو تنجموا تجمعوا ما بين دو زوتي يعملوا العجائب، معناها وين ما تتعلم اكثر الفوتوشوب وتحاول تجرب اكثر راك تنجم تعمل بهم بليزيوغ حاجات ما تتوقعهاش. ديجا ماذا بيكم في الاول كي كونساي تستخدموا لي نوسيون دو باز هذوما، تجربوهم تميتريزوهم بالكدا، تعمل بهم بليزيوغ تيست، وبعديك تحاولوا تتعلموا الحاجات الجديده وكيفاش تعمل كومبينيزون تاع دو نعرفش دو فيلتر، فيلتر افيك سيليكسيون، فيلتر افيك ستامب افيك فورشيت، تو تشوفوا اللي هو تنجم تعمل برشا حاجات جديده. هذايا لي اون جينيرال نعاود جوست نعمل لكم ريزومي صغيره. دونك عندي المنيو
فيه الفايل نجم نحل بيه في شيء موجود وإلا باش نعمل في شيء جديدة عن نجم نتحكم في الديمانسيون تاعها. إذا كان باش نسجل نعمل سيف آز باش نسجلها سو فورما بي اس دي، إذا كان نحب نسجلها جي بيج ولا بي ان جي ولا غيرها نستخدم سيف فور ويب اند ديفايسز. ليديت أكثر حاجة مهمة فيها هي ترانسفورماسيون، نجم نستخدم لي ترانسفورم الموجودين وإلا نعمل كنترول تي ونتحكم فانا في الترانسفورماسيون. إيماج باش نعمل دي زادجستمون حسب النيفو اللي عندي لليمينوزيتي الكولور وغيره. وفما الفلتر اللي نجم نعمل لابليكي بيه دي بروي، اما دي بروي ارتستيك على لي زيماج نتاعي. شفنا لي زوتي اللي موجودين اغاش المانات نتاعنا، فما الاول بالكل اللي هو ديما نستخدمه فيه نتاع سيليكت وباش نجم نعمل بيه دو بلاسمون. فما لي زوتي دو سيليكسيون سامبل كيما ريكتانغل والسيركل، فما لي لاسو، فما لي باغيت ماجيك. اذا كان نحب نعمل دي كروب للايماج نتاعي ونهزهاش الكل، نهز بارتي صغيره نهز الكروب تول. هذه ديجا جوست باش نعرف بها الكولور. الهيلينغ وستامب باش يصلحوا لي لي زيماج. الفورش باش نعمل بها الفورشات نتاعي باش نستخدمها باش نصور بها، نجم نبدل الستيلو ولا نبدل الكالر ديبلايسمنت. وعندي لوتي نتاع الشاربنس والنتوتي. وفما حاجه كما العاده المهمه اللي هي التكست، نجم نزيد دي زون دو تكست ونتحكم بهم حسب شنو حاجتي. ادغوات شفنا اللي فما اللاير، عندي انسامبل دو كوش فوق بعضهم. عندي الهيستوري زاد نجم نتحكم بها في اخر موديفيكاسيون عملتهم، برسك لي 15 موديفيكاسيون لي 10 حسب شنو انا مسجل عندي. ونجم زاد عندي من لوطه بالكل نصنع الدوسيي باش ننظم به الخدمه متاعي، نعمل دي ستيل نابليكيهم على التصويره متاعي، والا نربط مجموعه متاع دي كوش مع بعضهم. دونك هذايا اللي حبيت نوريه لكم اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. اذا كان عندكم اي كيستيون هاني معاكم. ميرسي يا مدام، وبالحق اعطيك الصحه. طير ميرسي، عايشك الله يخليك. سي بون، فماش تساؤلات اخرين حاجات هكا؟ شكون عنده كيستيون؟ واضح الناس الكل شكون مش فاهم طلع ايده، شكون فاهم يطلع ايده. اه بالحق لو الفوتوشوب كيف كيف لي سطخ لوجيسيل ما واش صعيب حتى طرف، تنجموا تتعلموا وتمترزوا بالكدا بالكدا، جوست لي نوسيون دو باز تتمكنوا منهم شوي، نهير نهيرين تخرجوا منه. وبعد ابدوا تبعوا لي شان يوتيوب ولي اللي موجودين ولا لي فيديو اللي مهبطينهم ولا لي كور اون لين هذاكم، تنجموا تمترزوا برشا حاجات اخرى. سي بون، اللهم فسح هما بلغ واضح الناس الكل. واضح مدام ميرسي، واضح سي بون كل شيء مريقل. باه يعطيك الصحة مدام بور الكونتوني، راك شفت الكونتوني دو كاليتي تبارك الله. انا بطبيعتي حتى ديجا قاعد نعمل في رافرشيسمون ميموار داك لي زوتي الكل واللايرز والكالك والحكاية هذيك الكل، ديجا قاعد نتعلم قاعد بالرسمي نراجع فيهم بشوية بشوية، وفما دي زوتي اللي تعلمتهم تو دونك براتيكمون نصور اللي حتى لي زابيسي نتاع جي سي تاع سامبل جي سي تاع فوتوشوب تعلمتهم كله. فما برشا حاجات لما قبل كل شيء ديما راهو المداومه بالممارسه، تمارس تجرب مره اثنين تحل فوتوشوب. تو نتصور الناس كل اللي حاضرين تو ادابتي شوي بالبلاتفورم ولا باللوجيسيال اللي يبدا محلول قدامكم، ما توهقوش ما تهمش حد شيء، جوست جربوا مره اثنين مع زاد كيف كيف الواحد في الجانب الارتستيك نتاعو كل مره يعمل حكايه يجرب حاجه يبدل يعمل حاجه. راهو صدقني فوتوشوب ماهوش صعيب حتى تعرف، جست نحن نبدو من بعيد ساعات نتفرجوا له ونقولوا راهو صعيب، ولكن هو معناتها كيما اي او تي اللي فات انك تمتريزيه شويه وتتعلمه شويه كل شيء يولي سهل. دونك ميرسي مدام مره اخرى على الفورماسيون. ديجا كيما جرت العاده دونك نعملوا سيرتيفيكا دو ريميرسيمون المره هذه لايف معناتها. يعيسك يعطيك الصحه. يعطيك الصحه مدام. وديجا كيما قلنا قبل كل شيء السمين ديجيتال ديجا متواصله، ديجا فما كل نهار فما فورماسيون ولا وركشوب من لو 15 حتى لو 21. ديما تبعونا على الباج، ديما فما دي ميزاجور جديده، فما ديما ابليكاسيون جديده. دونك يعطيكم الصحه الناس. يعيسك يعطيك الصحه. صح بحق الناس الكل على البريزونس نتاعكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا الناس الكل. اي بون نوي، ان شاء الله تكونوا بخير.
ميرسي بوكو يا مدام، انا فرحانه برشا اللي انا معاك. جست جست لحظه مدام، انيا ماهو بريزيدون شكون؟ امنا. اهلا عسلامه، مرحبا. عايشك. انا نقرا في البوزار نتاع صفاقس، وقال لي شكون اللي تم فورماسيون وعجبتني برشا وميرسي بوكو. يا عايشك، مرحبا بيك، مرحبا بيك تيما معنا، يعطيك الصحه. عايشك عايشك. جست مدام البريزيدون قاسرين اللي جات لها بالكلمه. اي اي اكيد اكيد. ميرسي عايشك خويا حاتم، كثر خيرك. اون فيت حبيت نشكركم الكل على الفورماسيون هذه، وافكتيفمون يعني هي بتتر ما فيهاش كل شيء، بس هي لا كلي. واحد بتتر ان كان عنده مده طويله يحب يدخل في اللوجيستيال هذا، واحد زي هذه حلت له الباب توا، لازم كيما تحكي انت معناتها ينجم يتصرف وحده ويكمل يكتشف وحده. ما حبيت نسأل مدام لا كريستيان، اسكو كونفيغوراسيون بور لا فيرسيون انتيغرال، اسكو تحب بي سي قوي برشا؟ اي دو بريفيرونس بي سي تكون او موان او موان اي 3. داكو ميرسي. وماذا بيك كيف تقعد تخدم عليها ما تخدمش معاها دي زوتر بروغرام؟ اوكي. والرام تروا دونك 4 هكا سافا. 4 سافا. كان تحبوا تنهبط لكم اليوم تاع سيت نجموا تريشارجوا منها لي فيرسيون الاخرين. في بالي عندنا الفيرسيون تاع زاد 2018 ان شاء الله تعاونوا نهبطوها لكم، ولا نبعثوها لكم بار ميل اذا كنا نبعثوا لكم ان شاء الله لي سيرتيفيكا نتاعكم. فقط جست مدام تنويه اليوم هذاك اللي بعثتي انت اليو ار ال هذاك اللي فيه، اذا بينا نسقوا تعمر الفورمولير هذيك دو فاصون اللي حتى مره اخرى تبعث لكم مثلا دي فيشي جوانت ولا دي لوجيز ولا دي تيتوريالز ولا دي دوكيومون اخرين ولا اي نوع تاع فيشي نجم تبعثوا لكم. دونك الناس الكل تبدا على الاقل عندنا لي كونتاكت تاعهم دو فاصون نجم نبعثوا. بالحق فكرتني وائل خاطر فما جماعه في بالي جو ان بو غوتار، نعاود نبارطاجيهم. ديجا في الديسكسيون موجود ديجا اللي رايك تطلعوا شويه ديسكسيون شويه نعاود نعاود نهبطوا في النكت ديسكسيون ديجا انا هبطوا ديا ديجا عاود عاود كنت بعد بصح سي بيان تكون صحه براتيكمون. هذاك هو اليو ار ال اللي فيه ديجا فورمولير نجم تعمروا منها نحن تبدا عندكم عندنا لي زانفورماسيون تاعكم لي دوني تاعكم، واذا كان فما اي نوع تاع انفورماسيون اخرى نجمو نبارطاجيو معاكم، ولا فما ديتا شون اي ايفينمون اخرى نجمو نكونتاكتوكم بلو فاسيلمون. يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة، وماذا بيا تجربوا من اليوم، ما تبقوش تقولوا غدوة 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 الفوتوشوب، أنا عندكم اليوم، جربوا من اليوم وبعثوا لنا إبداعاتكم، نستقبلوا الإبداعات الكل متاعكم، يعطيكم الصحة الناس الكل، وفماش واحد يحب يحكي شكون فيكم من يحب يتكلم؟ سي بون كهو؟ به يعطيكم الصحة الناس الكل وتصبحوا على خير. على خير. على خير.